عليكم ورحمة الله وبركاته. تاني موضوع بقى، تاني حصة يعني، اللي هي الابدومينال وول هيرنيا. نبدأ بقى في الهيرنيا بقى ونبدأ في الجد. بسم الله. أول حاجة الديفينيشن، واحدة واحدة بقى معايا بالراحة خالص. يعني ايه الهيرنيا؟ بص بقى قبل ما نبدأ، الهيرنيا دي يعني ايه؟ بروز طلع، طلع فين؟ في جلدك، يعني انت شايفها على جسمك ماشي، او ممكن ما تشوفوش. تمام ماشي. الديفينيشن، تعالى واحدة واحدة بقى. بسم الله. ابدومينال بروتروجن، احنا نقف هنا. ابنورمال بروتروجن، يعني ايه بروتروجن؟ يعني في حاجه بظت من جسمك من جوه طلعت لبره. حلو. بس بص الكلمه، بص الكلمه، بص حلاوه الكلمه ابنورمال. يعني ايه؟ هقول لك، عارف الميديال مالولس اللي هو تحت في رجلك ده؟ طب ما هو ده بروز اهو، بس ده نورمال بروتروجن، انما ده ابنورمال بروتروجن. ركز بقى، ايه فرق ما بين حاجات؟ الميديال مالوس مثال، طالع واللاترال مالوس بيبقى طالعين الاثنين كده ببروز على رجلك. ما هو ده هيرنيا مثلا؟ لا، ده نورمال بروتروجن، انما ده اب نورمال بروتروجن. ادي حاجه اوف ذا ايه، اورجان او تيشو. ها، لازم يكون اورجان وتيشو. ليه؟ لو انت فاهم بقى، لو انت يعني فكر كده، الاورجان والتيشو النورمال بتاعهم فين؟ المفروض يكون مالهمش بروتروجن، يعني المفروض ما يطلعوش بره. عشان كده لما يحصل فيهم بروتروجن لازم يكون اب نورمال. ليه؟ لان المفروض هم يكونوا جوه جسمك عادي اصلا، ما يحصل لهمش اي حاجه. اول ما يحصل لهم بروتروجن يبقى ده هنسميه اب نورمال بروتروجن. لمين؟ للاورجان والتيشو. حلو. ان ذا بروتين وزين ذا بروتينيال ساك، جوه البروتينيال ساك، وهحكي لك حكايته دلوقتي، نتيجه ديفكت في المصل. حلو حلو. ادي يا عم الابدومينال وول. طبعا انا شلت السكن كان هنا والسوبرفيشال فات لير والديب ميمبرينس لير شلته. اول حاجه هيقابلني الحته الحمراء دي اللي هي الانترنال، الانترنال اوبليج والاكسترنال اوبليج والفاشيا ترانسفيرسال اللي هي الابدومينال مصل، قابلتني الحته الحمراء. طبعا بعدها على طول حاجه اسمها الفاشيا ترانسفيرساليس، وبعدين البرايتال بروتينيه زي ما انا قلت لك في الابدومينال وول. حلو. ايه اللي حصل بعد كده؟ حصل ايه؟ ان في ديفكت حصل في المصل، يعني المصل جت في حته هنا ضعيفه، ضعفت. طب ضعفت مين اللي بيزقها من جوه؟ بيزقها من جوه الاورجان. الاورجان عايز يزق، عايز يطلع بره. مين اللي بيخليه؟ مين اللي بيخليه مكانه؟ المصل جامده قويه. حلو. دلوقتي مصر حصل لها ديفكت، وهقول لك اسباب الديفكت دلوقتي. ماشي. ايه اللي هيطلع؟ الاورجان هيزق، هيزق ايه؟ هيزق البرايتا البروتينيه ويطلع بره. مين اللي هيطلع بره؟ البرايتا البروتينيه. جوه البرايتا البروتينيه هتلاقي ايه؟ هتلاقي مثلا الاورجان وليكن الانتستين. حلو حلو. هتلاقي هنا. ماشي يا عم، ماشي ماشي. يبقى الانتستين زق البرايتا البروتينيه وعدى من الديفكت بتاع المصل لجوه. حلو. طب انت دلوقتي طيرت لير، مش انا قلت لك ان في هنا مصل وفي هنا برايتال بروتينيا وفي النص في حاجه اسمها الفاشيا ترانسفيرساليس؟ طب انت فين بقى الحته ديت؟ هقول الفاشيا ترانسفيرساليس او الفاشيا اللي موجوده ما بين هنا فات، بس من خصائصها ان هي ايه؟ فرايبل. يعني ايه فرايبل؟ يعني ايه هشه؟ يعني مش هشه بقى، لا، مش خط، مش مستقيمه كده، لا، ده متجمعه كده، فاهم؟ كور كده ماشي، بحيث ان لو في ديفكت الكره ديت هتتنها موجوده الديفكت دي، فاهم؟ الكره مش هتنزل في الديفكت ماشي، انما لو كانت خط مستقيم كانت نزلت مع البرايتا البروتينيه. ماشي. يبقى مين اللي نزل؟ البروتينيه الساك اهو. حلو. يبقى كده ساك. ومين اللي نزل فيه؟ الانتستين. مين اللي بيزيد بيزق الانتستين؟ هيزق البرايتا البروتينيه. يبقى كده البرايتا البروتينيه اهو هنسميه الساك، الانتستين اللي جوه ده هنسميه الكونتينت. حلو. تمام. في حاجه اسمها الكفرنج، يعني ايه؟ مش في هنا قلت لك ان في فاشيا هنا وفي سكين هنا؟ طب ما الحاجات دي هتتزق هي كمان، يبقى كده الفاشيا والسكين هيطلعوا هما كمان كده. حلو. فسمينا الفاشيا عند السكين الكفرنج، يبقى ده كفرنج وده الساك وده الكونتينت. بس يا عم خليك بقى حافظ الكلمتين دول. تنيب ابنورمال بروتروجن للاورجان اند تيشو هيطلع ايه؟ هيطلع البروتينيه الساك اهو اللي هو البرايتا البروتينيه. حلو. سرود ديفكت، لازم يحصل ضعف في المصل. ماشي. الايتيولوجي، اول حاجه بنبقى كونجينيتال، وانا خلصها قلتها لك المره اللي فاتت. الاثنين كونجينيتال، اثنين
ان اوبليتريتد في البروسيس فاجينالس هيعمل حاجه اسمها الكونجينيتال انجوينال هيرنيا، او ان اوبليتريتد في السولوجيكال انطلايكال هيرنيا اوف ذا فيتاس كوزز. تعلم اقولها لك. بص، في حاجه هنا اسمها الديب انجوينال رينج، في حاجه اسمها ديت اكسترنال انجوينال او سوبرفيشال انجوينال رينج، بيعدي منهم التستس عن طريق الانجوينال كانال. التستس وهي معديه من الفتحه دي بتاخد حته من البروتينيه الاسم البرايتال، مش هي الديب انجوينال رينج دي بتبقى موجوده فين؟ في الفاشيا ترانسفيرساليس. حلو حلو، وراها البرايتال بروتينيه. فالتستس وهي جايه نازله بتاخد حته من البرايتال بروتينيه وتنزل معاها تخش جوه الليجامنت دي وتنزل معاها في السكروت. ليه؟ لان البرايتال بروتونال ده هو اللي هيحوط التستس بعد كده ويبقى تونيكا فاجينالس. حلو، بعد كده هتلاقي في 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 قناه كده اتكونت مفتوحه، مفتوحه على الابدومين. صح صح، ممكن التستس ينزل هنا. لا، الحمد لله من رحمه ربنا ان القناه ديت اتقفلت، القناه ديت اتقفلت. حلو، لما القناه دي تتقفل هل في انتستين هيجي ينزل هنا ويعمل انجوينال هيرنيا؟ لا يا عم مش هيعمل. بيقول لك بقى ممكن تكون جينيتال، الحته ديت مش اوبليتريتد، هتتنيها مفتوحه، فبالتالي اي اندستاينال هينزل هنا ويعمل اندستاينال او انجوينال هيرنيا. حلو حلو، من النوع دايركت ولا ان دايركت؟ انا قلت لك الان دايركت اللي بيمشي عن طريق الديب وبيمشي عن طريق الكنال وبيطلع بره، يبقى دي ان دايركت انجوينال هيرنيا، كونجينيتال اندايركت انجوينال هيرن. حلو قوي، كمل. يبقى اول حاجه ان اوبليتريتد في البروسيس فاجينالس كونجينيتال اندايركت انجوينال هيرن. حلو، ان اوبليتريتد في السيرفيكال امبلاي، ادي الامبلايكس اهوت وادي الانتستين. المفروض في الفيتاس كان الامبلايكس متصل بالانتستين كده. حلو حلو، المفروض الحته ديت مش تبقى اوبليتريتد، لا 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 ما تقفلش، مش تقفل، لا تختفي. المفروض الحته دي تختفي، تمام؟ الحته دي تتشال كده مش تتقفل. ما هو لو اتقفلت، ما هو انت كده بتقول لي لو الحته دي اتقفلت كده يبقى الانتستين ماسك في الامبلايكس. يعني هو هل الانتستين بتاعتك الامعاء بتاعتك بتبقى ماسكه في الصوره بتاعتك؟ لا، الصوره اهي، تعالى عاوز تحركها اهوت قدام اهوت وتقعد تتحرك لوحدها والانتستين بعيد عنها خالص، يبقى الليجامنت ده اختفى، اختفى مش اتقفل، اختفى. تمام، دلوقتي عندي كونجينيتال انوملي ان الليجامنت ده لسه موجود، فبالتالي اي كحه او اي حاجه اللي انتستن هتمشي عن طريق الليجامنت وتطلع عن طريق الامبلايكس بس يا عم. اكزون فولاس دي اللي هو طلعت لبره، وانا اخد طبعا الامبلايكال هيرنيا قدام. تمام، يبقى كونجينيتال اثنين، ان اوبليتريتد في البروسيس فاجينالس او ان اوبليتريتد في ايه في الفيسيولوجيكال امبلايكال هيرنيا اكوايرد نتيجه اربع حاجات. اول حاجه هنزود الضغط، هنضعف المصل، او وحاجتين كمان، يبقى هنزود الضغط ونضعف المصل. مش على، بص، مش عشان الهرنيا تطلع هنا بره لازم يكون المصل دي ضعيفه. حلو، طب هل المصل دي ضعيفه ده شرط؟ لا بقى، هو شرط بس مش ده الاساسي، لازم يتوافر معاه شرط كمان ان هو الضغط جوه الابدومينال بريشر عالي. ليه؟ لان لو المصل ضعيفه ومفيش ابدومينال بريشر يبقى مش هيبقى فيه هرنيا. لو في ابدومينال بريشر قوي والمصل قويه مش هيحصل هرنيا، لازم يكون المصل ضعيفه والابدومينال بريشر جوه عالي يزوق. تمام، اول حاجه مين اللي هيضعف المصل؟ اول حاجه يا عم تعال، ديجنريتيف، يعني المصل ضعيف. امتى؟ في الالدري بيبل. يعني ايه؟ الناس الكبار، الناس الكبار واحد 60 سنه يا عم المصل اشتكت منه اصلا، خلاص بقى زهقت. تمام، فالعضلات بتاعته بتبقى ضعيفه، ادي واحد اهي ديو تو اهي ديجنريتيف ويكنس اوف ذا ماسل، ادي واحده عند الفايبرس تيشو. الماسل والفايبرس تيشو خلاص اشتكوا منه، ويك سكار. تمام، في مثلا عمليه انت عمل، كان الراجل ده الكبير ده، في واحد يعني انت عملت له عمليه، عملت له فتحه سكار، يعني سكار بتفتح في الابدومن، سكار هتفتح ايه؟ اكيد لازم الماسل اهيت، ادي الماسل بتاع الابدومن اهيت، وانت بتفتح طبعا الابدومين اكيد هتعمل سكار في المصل، فالمصل اتعورت، فانت لما تيجي تخيط هتهيل باي سكار. السكار ده اكيد السكار ده مش بنفس قوه المصل ايه لما كانت في الاول، انت خدشت المصل، لما خدشتها وتيجي تخيطها بعد كده بعد العمليه مثلا، وعم مثلا بيعمل ازاي ده يا عم؟ ماشي يا عم، اكيد المصل قبل ما كان، قبل ما يعمل ازاي ده مش زي المصل بعد ما عمل ازاي ده. ليه؟ لان المصل اتعورت، فانت بتربطها اكيد مش هتبقى بنفس القوه يعني. تمام، فيحصل ديجنريتيف، ادي واحد. في
في الالدري اند ويك سكار. تاني حاجه دامج النيرف سبلاي بتاع المصل. بص في نيرف سبلاي بيغذي المصل ماشي، النيرف سبلاي ده تقريبا الانتر كوستال ايه، الانتر كوستال نيرف. وانت بتعمل عمليه في الجول بلادر، اشمعنى الجول بلادر؟ لان الجول بلادر لما تيجي تعمل عمليه بتفتح سب كوستال تحت الرب كده تمام، وانت بتفتح كده ممكن تعور الانتر كوستال نيرف. لما تعور الانتر كوستال نيرف ايه اللي هيحصل؟ انتر كوستال نيرف ده اللي بيغذي الترانسفيرسس ابدومينس والمصل بتاع الابدومين. حلو، انت كده عورت النيرف او بوظته. لما تبوظه المصل هل هتبقى قويه وتشتغل وتعمل كونتراكشن وتقفش كده؟ لا، هتبقى ضعيفه خالص. فبالتالي حصل مصل ديفكت. يبقى المصل ديفكت ثلاثه، واحد كبير خلاص مش قادر، خلاص العضله استهلكت. تاني حاجه انت عملت حاجتين، وانت بتفتح بعمليه او انت بتفتح عمليه رحت جاي ضرب النيرف، يبقى كده دي جينيريتف ماشي. تاني حاجه لازم ازود الانتيريور الانترو ابدومال بريشر. امتى؟ في الكونستبيشن. مش انت لما بتحزق، بص هي بتحصل ازاي؟ بتحزق من تحت وتحزق من فوق. ايه الحزق من تحت؟ يبقى الكونستبيشن. تحزق من فوق الكافينج. تمام تمام، الكونستبيشن بيعمل ايه؟ بيزود بيزود الانترا ابدومينال بريشر هنا، فبالتالي الانتستين تزوق على البرايت البروتينيه. لو المصل قويه المصل هتعرف تتغلب، فبالتالي مفيش هيرنيا هتحصل. انما بقى واحد عنده انترنال ابدومينال بريشر عالي والمصل فيها ديفكت، فاهم؟ فالشرطين اتجمعوا مع بعض وحصل هيرني. تمام تمام، يبقى ما هو اي واحد، ما ممكن اي واحد يجيله كونستبيشن بس مش اي واحد يجيله هيرني ماشي ماشي. تاني حاجة الكافينج، يبقى بيحزق من فوق وبيحزق من تحت، بيحزق من فوق عادي يكح يكح يكح، من تحت يبقى عنده كونستبيشن. تاني حاجة البروستات، تالت حاجة البروستاتيك سيمتو. فاكر البناية البروستاتيك هايبر بليزيا؟ مش قلت لك العيان بيجي يحزق عنده ستريننج اللي هو المض فاكر الفان وايز، فان واي فريكوانسي ارجنسي نكتوريا، الوايز ويك ستريم انترميتد ستريم، الاس كانت ستريننج، اهي ستريننج في البروستاتيكا بيقعد يحزق يحزق. تمام. تاني حاجه تالت نظريه حاجه اسمها الكولاجين ديزيز. بص يا عم الكولاجين دي حاجات بتغذي، دي بتعمل، دي بتبقى موجوده على المصل وموجوده في كل جسمك ماشي. الكولاجين دي بتدي صلابه للاورطه للفيزل اللي هو مثلا الارتر والفين والمصل، بتدينا صلابه. تخيل كده واحد عنده كولاجين ديزيز، يعني ايه؟ مفيش كولاجين، فبالتالي العضلات هتبقى مرخيه. تاني حاجه العضلات بتبقى سايبه. تاني حاجه الارتر الول بتاع الارتر هيبقى ضعيف فيحصل انيوريزم، الول بتاع الفين هيبقى ضعيف هيحصل فاريكوز فين. تمام، فبالتالي الكولاجين ديزيز ده بيبقى سيستميك ديزيز، فاهم؟ ده بيبقى الهرنيا بيبقى جزء من السيستميك ديزيز ده. تمام، يبقى it is very good evidence that the hernia is a collagen disease and due to inherited imbalance. يعني انا مش عارف حصل ايه نتيجه الانهيرتنت، يعني مثلا في اي انواع الكولاجين اللي هو كولاجين طيب واحد واثنين وثلاثة والحاجات دي كلها. تمام، واحد فيه حصل له ديفكت، حصل له ديفكت ليه؟ مش عارف. تمام ماشي، لو هيحصل ديفكت الكولاجين اسبابه ايه؟ بيدي الصلابة للمصل والفيزل. طب دلوقتي المصل رخت حصل هيرني، الفيزل مثلا الاورطة الارتري حصل له ضعف يبقى هيحصل انيوريزم، الفين حصل له ضعف يبقى هيحصل فاريكوز فين. تمام تمام، اهي زي الاورطك انيوريزم والفاريكوز فين والايه وفي حاجة اسمها الفلات فوب. تمام تمام، برضو ايه حكايه الفلاف فوت ديت؟ انت عارف ان رجلك هي دي، رجلك هي وكعب. بص بص المفروض رجلك بيبقى كده في قرش كده في رجلك، لما بتيجي تحط رجلك على الارض وادي صوابعك اهيت. تمام اهي، لما بتحط رجلك على الارض الحته ديت ما بتلمس الارض. تمام، انما الفلات فوت بقى بنتيجه ضعف الكولاجين هيبقى عندك الرجل منخيه، فاهم؟ يبقى رجلك هتبقى على الارض كده. تمام، يبقى كده فلات فوت وادي صوابعك بقى كده مش كده. تمام، دي حاجه اسمها الفلات فود. فالفلات فود يعني بيحصل لو لقيت واحد مثلا بيقول لك الكلمه، لو لقيت واحد عنده اورتك انيوريزم بيشتي عنده فاريكوز فين وعنده فلات فود، لا اكشف له الهرنه، ممكن يكون عنده هرنه لان ده كولاجين ديزيز. تمام، هرمونال سيوري بيقول لك الهرنه بتبقى مور كومون ان بريجنانسي. ليه؟ لكذا سبب يا عم. يا نهار، ده البريجنانسي ده اشهر سبب بيعمل هرنه اصلا في الفيميل. ازاي؟ البريجنانسي بيزود الانتر ابدومينال بريشر. طب الانتر ابدومينال بريشر زاد، حلو، وانت عارف ان البريجنانسي لما لو جت تحمل قيصريه هنشق البطن فيحصل حاجه اسمها ويك سكار، هتهيل بويك سكار.
حلو، فكده الضعف العضلة الضعيفة تيجي تحمل تاني هيزود الانتر ابدومينال بريشر، فالواء بيكبر اهو، بطنها كبرت، فالانتر ابدومينال بريشر كبر والعضلات ضعيفة من العملية اللي فاتت، ها فبالتالي هيحصل هيرني. ادي واحد. تاني حاجة البريجنانسي بيبقى فيها استروجين عالي وبروجسترون عالي، البروجسترون والاستروجين بيروح للبلفيك ليجامنت، بيخليها مرن عشان لما العيل ينزل من البلفيك، لما العيل يبقى ايه الليجامنت تبقى مرن مش قافش كده عشان ما يتقطعش، ماشي. والليجامنت والمصل بيعمل لاكزيست في المصل، والليجامنت دول من ضمنهم هيعمل، مش هيروح للليجامنت والمصل بتاع البلفيس بس، لا ده هو سيستميك، هيروح للمصل والبلفيك بتاع الابدومين كمان، هيخليهم رخو. طب ما رخو والطفل في بطنها زياده في الانتر ابدومينال بريشر، يبقى هيعمل هيرنيا. يبقى كده عرفت سببين بتاع البريجنانسي. البريجنانسي بنعمل اسكار لو هي بتولد طبيعي، لو هي بتولد قيصر. طب لو هي بتولد طبيعي، لو هي بتولد طبيعي هناخد ان شاء الله في الفيمورال في الفيمورال هيرنيا، هنعرف ان الفيمورال هيرنيا ان شاء الله بيحصل في الفيميل، وهقول لك ليه، هقول لك بسبب برضو ان الفيميل بتحمل فالبلف بتاعها بتبقى واسع، فالفيمورال هيرنيا بتبقى واسعه، فساعات الايه الهيرنيا تطلع من الفيمور. حلو. تاني حاجه لو هي بتولد قيصري، لو هي بتولد قيصري بنشق بطنها صح، مش بنعمل شق بطنها، فبتسيب ويك سكار، والويك سكار تحمل بعد كده الابن اللي بعد كده هيزود الانتر ابدومينال بريشر، فكده احنا عندنا انتر ابدومينال بريشر وديجنريتيف ديزيز اهيت عملت هيرن. تالت سبب ان البريجنانسي بيزيد مع الاستروجين والبروجسترون، بيعملوا ايه، بيخلوا الماسل والليجامنت بيبقى مرخيين. ليه؟ لان الطفل لما يجي ينزل عايز الحاجات بتبقى لازكس كده، يعني مرخية كده عشان يعرف ينزل، مش ناشفه ما يتقطعش، تمام. من ضمن الليجامنت والمصل طبعا هيروح للابدومين المصل ويرخيها، فكده هرمونال سيرو. يبقى كده ديت مهمه جدا الكوزز بتاع الهيرنيا كونجينيتال واكواير، ماشي. انواع سهل، اكسترنال هيرنيا، انترنال هيرنيا، اند انتر بارايدال هيرنيا. الاكسترنال هيرنيا يعني ايه؟ بص يعني ايه اكسترنال هيرنيا كده بالمعنى البلدي؟ يعني انت شايف على جسمه. يعني ايه انترنال هيرنيا؟ يعني مش شايف، مش متلاحظه. يعني ايه انتر بارايتال هيرنيا؟ يعني الهيرنيا لا رشقت، بدل ما تطلع بره لا ده دخلت ما بين طبقات المصل، وهي المثال بتاعها اهي. اكسترنال هيرنيا ده بالبلدي يعني ايه؟ طلعت ببروز، طلعت بره. انترنال هيرنيا انا مش شايفها بعيني، انما الاكسترنال هيرنيا ده انا شايفها بعيني. بيقول لك الابدومينال وول هيرنيا كور اونلي ات سايت هوير ذا ابونيوروز اند الفاشي ار نوت كفرد باي سيريتد ماسل. ادي يا عم الفاشيه، وادي السكين، وادي المصل اهي، ماشي. بيقول لك ان الحته بتاع الفاشيه ديت مش كفر دي بالمصل، مش المفروض الفاشيه دي كلها هتكفر بالمصل دي كلها، لا. يقول لك في هنا حته ديفكت ما كفرش الفاشيه دي بس، فبالتالي حصل ضعف هنا ديفكت، فبالتالي ممكن يحصل هيرن اهي يا عم. نوت كفر ديفايس سترايتد ماسل، ماشي. زي السايت كومون اللي فين؟ تعال الاكسترنال هيرن ان شاء الله هي كنت مجمعها اهي. ادي يا عم الحته اللي في النص ده الامبلايكس، ده الامبلايكس اهوت، فوق الامبلايكس يبقى بارو امبلايكس، وهنا في حته اسمها الايبيجاستريك، يبقى هنا لو حصل هنا هيرنيا يبقى امبلايكال هيرنيا، هنا بارو امبلايكال هيرنيا، هنا ايبيجاستريك هيرنيا، هنا في حته اسمها هنا في حته اسمها اللاين سيمينيورال، وهوري لك صوره عليها، والسبيجليان ديت هوريها لك برضه، ماشي. وهنا في منطقه اللمبر ممكن يحصل، في منطقه اللمبر ممكن يحصل، في منطقه الانجوينال سواء كانت في اللي هي الهاسل باخ تراينجل يبقى دايركت هيرنيا، او في الديب انجوينال رينج يبقى ان دايركت هيرنيا، او في الفيمورال تراينجل يبقى فيمورال هيرنيا، تمام. ده اماكن اهي، دي الاماكن اهي بتاع الاكسترنال. واحد امبلايكس، برا امبلايكس اند ابيجاست. طب ممكن تسال سؤال، اسال هو انت ليه شايفه كده قاعد تطلع للفوق مش تنزل؟ ليه الهرنيا مش تحت اشهر اكتر؟ انت قاعد تطلع تقول لي ابارا امبلايكس وتقول لي ايبيجاستريك، يعني انت كده قاعد تطلع لفوق. هقول لك لان في حاجه اسمها هنا اللينيا قلبه. يعني ايه اللينيا قلبه؟ بالراحه اللينيا قلبه ديت اهي، تعالى بقى اوريك في الصوره. بص ادي يا عم اهي الصوره اهي، بص ادي طبقات المصل العاديه، ادي السكين، وادي اللي هي الكامبس فاشيا اللي هي الحته الفات اللي في النص ما بينهم، وادي الاسكاربس فاشيا. هقطع هلاقي الاكسترنال اوبليج انترنال اوبليج ترانزفيسوس مص. بص بقى التلاته بيتجمعوا، بص التلاته بيتجمعوا هنا
في حاجه في النص هنا حاجه اسمها اللينيا قلبة. اللينيا قلبة ديت بتبقى هنا في النص، في الحته اللي في النص، يعني مثلا الامبلايكا اهيت الامبلايكس فوق هنا، هنا اللينيا قلبة وهنا تحت اللينيا قلبة طبعا. والمصل جاي كده بقى اهي، ماشي اهي، حلو، مصل اليمين ومصل الشمال اهي، حلو ماشي يا عم. اللينيا قلبة بيقول لك اللينيا قلبة اللي فوق بتبقى ضعيفه عن اللي تحت، فبكده الهرنيا فوق هتبقى اكتر من الهرنيا تحت، فعشان كده قلنا امبلايكس بارا امبلايكس ايبيجاستريك. فعشان ممكن تسالني ايه الايبيجاستريك ده، لان اللينيا قلبة هنا بتبقى ضعيفه، فوق بتبقى ضعيفه، تمام تمام نكمل. يبقى كده امبلايكس بارا امبلايكس ايبيجاستريك. في هنا حاجه اسمها السيميليونر اهيت، في اهي 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 لينيا سيميليونر اهي، الحته دي الحته ديت ممكن يحصل فيها بتاع، ممكن يحصل فيها هيرني، هنسميها لينيا سيمينيورا، انا هسميها ايه السبيجليان، ديت سبيجيلا تمام. وفي في اللمبر وفي ايه دايركت وان دايركت ده، هي ماشي ماشي. قال لي اكسترنال اهيت انواعها ممكن تكون انجوينال، ممكن تكون فيمورا، اهي امبلايكوس اللينيا قلبة اهيت، قلت لك بتحصل في اللينيا قلبة اهيت، ممكن تحصل في السيمي ليونار اهيت او ذا سايت اوف ذا بورشن اوف ذا انسيشن. يعني ايه؟ يعني انت وانت بتعمل عمليه مثلا فتحت الحته ديت وربطتها، الحته دي لما تربطتها اكيد هتبقى ضعيفه، فممكن يحصل هيرنيا في الحته دي تمام. وقلت لك مثلا زي عمليه الزايده مثلا، فاهم؟ عورت المصل بتاع الابدومين، فمكان التعويره هيطلع فيها هيرنيا. ماشي ماشي حلو. ليه سميناها اكسترنال هيرنيا؟ لان الاورجان اللي جوه هيطلع بره، فهشوفه بره تمام. الانترنال هيرنيا لا، بروتروجن اوف ذا انتستين وذين ذا بروتينيال كافيتي، جوه البروتينيال كافيتي. ايه يعني ايه؟ هقول لك تعالى، مش ده، تعالى يا عم، مش ده الدافرام؟ صح صح ده الدافرام، حلو. وادي الانتستين اهي قاعده هنا، حلو. بيقول لك ساعات بيبقى في ديفكت هنا في الدافرام، في فتحه هنا مفتوح، الفتحه ديت هيعدي منه الانتستين وتطلع هنا في اللنج. هل انا شايفها في جسمي؟ لا انا مش شايف. العيان هيجي صدره عادي واللنج بتاعته عاديه، وصدره ممكن يكون رفيع كمان اصلا، فما فيش بروتروجن ولا حاجه، يعني انا مش شايف. لا هو ديفكت في الدافرام خلت الانتستين بالبروتينيه بتطلعوا لفوق، حلو، طلعوا لفوق فين؟ في اللنج. فهل انا شايفها؟ لا، فسميت انترنال هيرنيا. حلو، طب ديت انا هشوفها ازاي؟ يعني العيان بتاع الانترنال هيرنيا ده هيجي لي ازاي؟ هقول لك مش في هنا الهارد وفي هنا لونج، ما هي الانتسل لما تيجي تطلع لفوق هتزق على الهارد وتزق على اللونج، فبالتالي العيان هيجي مش عارف ياخد نفسه، ريسبيراتوري ديستريس، فاهم؟ فلو واحد جاي لي بريسبيراتوري ديستريس مثلا، ممكن اعمل له اكس راي مثلا اشوف له حوار الانتستاينال هيرنيا دي، تبقى انترنال هيرنيا. ماشي ماشي. انتر برايتال هيرنيا، الهيرنيا بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في المصل، بس في المصل اللي يعني مثلا المصل اللي هي ادي الاوبليج وادي الانترنال وادي الاكسترنال، بدل ما تطلع كله كده، لا ده دخلت ما بين المصل وبعضها، دخلت ما بين المصل وبعضها. عايز تعرف ليه؟ هقول لك، بص بالراحه هقول لك. المصل ما بين المصل وبعضها، المفروض المصل وبعضها ما قفشه في بعض، يعني الاكسترنال اوبليك قفشه في الانترنال اوبليك، قفشه في الايه؟ في الابدومين، ترانس فيرسس ابدومينوس، المفروض الثلاثه قافشين في بعض، ماسكين في بعض زي الاخوات، حلو. بيقول لك بقى في حصل ديفكت، حصل ان الفواصل ما بين المصل بعدت عن بعضها، المصل بعدت عن بعضها. طب لما تبعد عن بعضها فيحصل ويحصل انيوريزم، لا الانيوريزم بدل الاولى بقى، بدل ما يطلع بره، لا يطلع ما بين ايه المصل. طب هو اصلا في الاصل ما بيطلعش ما بين المصل ليه؟ لان المصل قفشه قفشه لازقه لازقه كده، المصل بتبقى ايه كده حرفيا كده كده، تمام تمام. فهي تطلع بره ما تعرفش تتخلل ما بينها. الكومبينر بتاع الهرنيا قلت لك خلاص بقى، الساك اللي هي البرايتال بروتينيال، الكونتنت اللي هو جوه اللي هو هنسميه الانتستين مثلا، والكفر اهو الصوره اللي فوق اهي، ادي ده الساك اللي هو البروتينيال، وادي الكفر اللي هو السكين والفاشيه، وادي اللي جوه اللي هو الكونتنت الانتست. تعالى ناخد كل واحد لوحده. اول حاجه الساك، الساك اللي هو الايه البروتينيال اهي، البروتينيال البوش هاي بلج اهوت سروزا ابدومينال، والعادي بيبقى عنده نيك وبادي وفانتس. افسر لك ليه؟ تعالى افسر لك ليه.
بص يا عم، اشمعنى فاندس ونيك؟ ايه. طب ليه ما قلناش مثلا اي حاجه؟ ليه ما قلناش مثلا ايبكس وبيس؟ هقول لك، لان هم لما جم يكتشفوه لقوا من اللي هو السجد البروتينال ده عمل زي الجول بلادر. ايوه صح، وعامل زي المراره. بص الجول بلادر بتبقى شكلها عامل كده بالظبط، والجول بلادر تقسيمتها الاناتوميه كانت بتتقسم الى فاندس وبادي ونيك. فقال لك بما ان السجد شكل الجول بلادر في الشكل، فايه رايك نيجي نعمل له اناتوميكال سايد زي الجول بلادر؟ ماشي يا عم، هنسمي الحته ديت اسمها الفاندس، والحته ديت اسمها البادي، والحته ديت اسمها النيك زي الجول بلادر، ليه؟ عشان هي شبه. تمام. بعد كده الايه، الكونتنت. الكونتنت طبعا ابدومينال فيزرا، سواء بقى الانتستين او اي حاجه تانية. بروترود انتو ذا ساك، ذا ساك جوه الساك، جوه الساك، جوه الساك اللي هو البرايتا البروتونيه اهو، جوه الساك الانتستين داخل جوه الساك. حلو. ممكن تكون ايه، اي فيزرا في الابدومين ما عدا البنكرياس. علل علل صح، علل. ماشي. ليه؟ لان البنكرياس ريترو بروتينيال، ورا البروتينيال اورجان، ورا البروتينيال اصلا، يعني ايه؟ يعني متثبت متمصمر، فبالتالي مش هيعرف يطلع لقدام. ليه؟ لان هو متثبت ورا في البوستيريو ابدومينال وول، ثابت مش هيتحرك. ليه الانتستين بتطلع؟ لان الانتستين بتتحرك، مفيش حاجه ماسكاها. ما هي لو انتستين ثابته في مكانها ما كانش عملت هيرني. ماشي. طب البنكرياس مش راضي يطلع ليه؟ عشان البنكرياس متمصمر في البوستيريو ابدومينال وول. حلو، مش كده وبس. طب ما انت تقول لي، طب ما الكليه في البوستيريور ابدومينال وول يا عم، ما ايه الفرق؟ هقول لك، الكليه هنا صح، الكليه هنا هي، والبنك وال وال وال, وال, وال هنا الفيرتيبرال كولم، والبنكرياس هنا. ماشي يا عم. البنكرياس مش عارف يطلع لقدام عشان هو متمسمر في الابدومينال وول. حلو. طب ما الكليه برضو مش عارفه تطلع لقدام عشان هي متمسمره. حلو. طب ارجع لورا، الكلية تعرف ترجع لورا هتعمل هيرنيا اهي. هي كانت فين اهي؟ كانت اللمبر هيرنيا، هتعمل اهي، هتعمل اللمبر هيرنيا. عارف اللمبر هيرنيا ديت مين اللي بيعملها؟ الكدني. الكدني اللي بترجع لورا، ترجع لورا. ليه؟ لان مفيش حاجه ورا. مش قلنا لك الكدني ورا اهي؟ ده ورا اهي، ده انت ممكن تمسكها من ورا اهي، مفيش حاجه ماسكاها من ورا، انما قدام ما تعرفش تطلع قدام زي البنكرياس. طب لو قلنا قدام، لو قدام يبقى الكليه والبنكرياس زي بعض، انما ورا، ورا بقى الكدني مفيش حاجه ماسكاها من ورا، فبالتالي ممكن تعمل ضعف في الحته ديت وتطلع بقى بال 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 باللمبر ايه، باللمبر. انما البنكرياس، البنكرياس بيبقى وراه الفيرتيبرال كول، فهيرجع لورا هيلاقي، هيلاقي حيطه سد، هيلاقي فيرتيبرال كول، يطلع ايه بقى؟ تمام. عشان كده قلنا لك البنكرياس، كله بيقول لك ان البنكرياس ريترو بروتينيال اورج. طب ما الكليه ريترو بروتينيال اورج، الكليه تعرف ترجع لورا وتعمل انيوريزم من ورا. ماشي. انما البنكرياس لو رجع يرجع ورا هيلاقي الفيرتيبرال كولم. تمام. الدايجنوز، اول حاجه الكلينيكال دايجنوز بتاع الهرنيا ديت مهمه جدا جدا جدا. يقول لك كل الكلينيكال دايجنوز بتاع الهرنيا بالراحه، الاسئله اللي انت هتسالها لا، 1 2 3 4، هم اربعه ما لهمش خامس. اول حاجه الهرنيا لازم بتبقى موجوده في الاناتوميكال سايت. يعني ايه؟ اول حاجه انت هتساله هل في سويننج ولا لا، اكيد هيقول لك في سويننج. السويننج بقى يبقى ليه كاركتر. اول حاجه موجود في الاناتوميكال سايت، ادي واحد. يعني لو هو مثلا في الانجوين، لو انت مثلا لقيت في الانجوين، لقيت في انجوين بروز في الانجوين، يبقى اكيد انجوين هيرني. لازم يكون موجود في الفومر، لازم يكون موجود في الحته دي، في الحته دي، فاهم؟ ماشي. في الاناتوميكال سايت واحد، لازم يكون اكسبان سايل امبلس ويز الكف. اثنين، ثلاثه لازم يكون ريديوسابل. اربعه لازم يكون حاجه اسمها لازم يبقى اوبيج اثناء الترانس اليومينيشن. زود خمسه الدكتور الاحمد كده في المذكره، لازم يكون في ابدومينال ديفكت. ماشي. يبقى كده خمس. اول حاجه لازم يكون في الابدومينال سايت في الحته ديت امبلايكس بار امبلايكس والحاجات دي كلها. ثاني حاجه لازم يكون اكسبان سايل ويز الامبلان الامبلس اون القف. ازاي؟ حاجه بقول لك اكسبكت اف، انا مش فاهم الحته دي بالراحه. بص يا عم، ادي الانتستين كلها كانت جوه اهي، وطلع منها بروز الحته دي. تمام. تمام. نقول للعيان كح يا عم الحاج، انت تحط ايدك هنا، هتحط ايدك هنا اهي. حلو. هتحط ايدك هنا، هتلاقي ايدك، هتلاقي في ضربه في ايدك في كل الاتجاهات. اول ما تقول له يكح هتلاقي ايدك ديت الانتستين بتضربها في كل الاتجاهات. التفسير،
يعني ديت حاجة اسمها الاكسبانسايل امبانس. التفسير لما انت تكح اللي بيحصل الانترنال ابدومينال بريشر بيزيد، او الانتر ابدومينال بريشر بيزيد. حلو. الف ب فيزياء، الامبالس بتنتقل من الضغط العالي الى الضغط الواطي ولا من الضغط الواطي للضغط العالي؟ لا، من الضغط العالي الى الضغط الواطي. اديك مثال انا مش فاهم، سيمبل خالص. بص، واحد قوي واحد ضعيف، مين اللي هيضرب التاني بالقلم؟ عملنا مسابقه نشوف مين اللي هيضرب التاني بالقلم ويهز التاني، يعني القلم بتاع التاني يروح جاي موقعه. ماشي، جه الواد القوي يروح جاي رازع الواد الضعيف بالقلم، الواد الضعيف خد القلم وترج وايه وقع حرفيا، الواد اترج ووقع. يجي بقى الواد الضعيف يجي يضرب الواد القوي بالقلم، الواد القوي يروح جاي واخد القلم وداحك، ولا اتحرك ولا هتهز ولا حصل له اي حاجه. هنا نفس الحوار، ده قوي وده الضعيف. ماشي، انا كحيت الامبلس هتتنقل من القوي وترج الضعيف، الامبلس من القوي هتروح جايه ماشيه كده وترج الضعيف، هترج الانتستين هتترج وتحسها على ايدك. تمام. اشمعنى اسمها القف؟ لان القف هيزود الانتر ابدومينال بريشر، فلما الضغط هنا يعلى فالامبلس تعدي من هنا لهنا، فتعدي هنا فتروح تخبط بقى في ايدك. حلو. انما انت وانت قاعد ولا في امبلس ولا حاجه. تمام، ده اشمعنى اثناء القف. بيقول لك اكسبت الاسترانجيوليتد هيرن، هناخد الاسترانجيوليتد هيرن ديت بتبقى هيرنيا، بتبقى عامله ازاي؟ ادي كده كده كده. بص ماشي، الاسترانجيوليتد هيرن بيقول لك ان الاوبستراكشن سد الحته دي كلها، فبالتالي مفيش اتصال ما بين هنا وهنا، فبالتالي كح يا عم الحاج دي هتزيد. حلو. طب الامبلس هتعدي ازاي؟ ايوه، مش هتعرف تعدي بقى من الحته دي عشان الامبلس مش هتعرف تعدي، لان في اوبستراكشن هنا، في سد هنا. كانك جبت بالونه وربطتها في بالونه، ضربت البالونه الكبيره، البالونه الصغيره تتهز. جيت بقى فصلتهم الاثنين عن بعض، او ربطت ما بينهم حبل جامد كده يفصلهم، حطيت ما بينهم حبل، هتيجي تخبط البالونه الكبيره، البالونه الصغيره مش هيحصل لها حاجه، هتنها ثابته. فاهم؟ هي دي الفكره، ده الاسترانجيوليتد. وهقول لك برضو للاسترانجيوليتد ما بيعملش امبلس التفسير تاني، بس لما نروح له. تمام. تالت حاجه ريديوسابل، لازم تكون ريديوسابل طبعا. يعني ايه ريديوسابل؟ يعني لما انت تمسك ايدك وادي البظه هنا في جسمك، هتروح جاي بايدك ببطن ايدك كده ترجع الهرنيا ترجع معاك. افرض هي الريديوسابل، لو هي يعني مش ريديوسابل، دي المفروض النورمال هنا تكون ريديوسابل. طب لو هي مش ريديوسابل، ممكن تكون حصل لها كومبليكيشن. ايه الكومبليكيشن؟ ممكن يحصل لها اصلا خاصيه الريديوسابيلتي وناخدها، ممكن يكون حصل لها اوبستراكشن. ما هو لما يحصل لها اوبستراكشن تيجي ترجع دي، هترجعها ازاي وفي اوبستراكشن هنا، في سد هنا، مش هتعرف ترجعها. ممكن تكون استرانجيوليت، هي استرانجيوليت يعني اوبستراكت، ده مش هتعرف ترجعها. تمام. تيجي تضرب الكشاف هتلاقي ترانس اليومينيشن، لا هتلاقي اوبيك معتمه. ليه؟ ده انتستين يا عم، انتستين ايه؟ انتستين اللي ترانس اليوسي. تمام. اكسبت ان الانفانت، بيقول لك ان الانفانت يعني ايه؟ بيبقى لسه الانتستين ما خدتش الجو بتاعها اللي هي الاوبيك بتاعتها، فانت لما تيجي تضرب الكشاف هتلاقي ترانس اليوسي. ماشي، حلو. يبقى هنا اللي سولينج في الاناتوميكال ساين، وفي ديفكت. ثالث حاجه الامبلس وذ الكف اند ريديوسابل اند ترانس اليومينيشن بتبقى اوبيك. ده السؤال ده مهم جدا. ماشي، هتساله هو ويتش تايب اوف الهيرن، ايه التايب بتاع الهيرن؟ اول حاجه خلاص احنا قلناها دلوقتي، خلاص ممكن تكون في الجروين زي الانجوينال زي الفيمورال، الانجوينال دايركت اون دايركت. ماشي، ممكن تكون في الابدومينال وور، خلاص امبلايكال برا امبلايكال بس وذ بيجيلين يناي. تمام، ممكن تكون في البوستيرير وول اللي هي الكيدن، اهي مين اللي هيحصل بروتروجن هنا؟ الكيدن، زي في اللامبر تراينجل. البلفيك ممكن يكون في الاوبتيوريتر فورامين، ممكن نتيجه في الحته في السياتيك عند السياتيكا وايه والبرينا، وان شاء الله الحاجات دي كلها هناخدها. ماشي، ايه الكونتنت؟ ما هو الكونتنت؟ ممكن يكون انتستين، ممكن يكون اومنتم. يعني ايه يعني كونتنت؟ يعني ايه كونتنت ده؟ عشان قلت لك الكونتنت الحته السوداء دي، ممكن يكون اي ابدومينال اورجان ما عدا ايه. طب حلو، لو انا حطيت هنا ممكن يكون بنكرياس؟ لا ما ينفعش، قلت لك البنكرياس عمره ما يبقى كونتنت. حلو،
اشهر حاجه بقول لك الانتستين، وده اشهر حاجه. تاني حاجه بقول لك الاومنتم. اومنتم يعني ايه؟ اللي هو منديل، فاكر منديل البطن اللي هو الجريتر اومنتم. الجريتر اومنتم اول ما تفتح بطنك بتلاقي بتلاقي ملايه، هو دي الملايه ديت، هي دي، هو ده الاومنتم. الملايه ديت وراها الانتستين. ممكن المرايه دي هي الملايه دي هي اللي تطلع لوحدها، يعني هي الملايه ديت تسوق البرايتا البروتينيه وهي اللي تطلع لوحدها، يبقى ممكن البرايتا البروتينيه لسه جوه وجواها الاومنتم. ماشي 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 حلو. الانتست ايه بقى؟ هنعرف ازاي اللي هي انتستين ولا اومنتم؟ بالراحه همسك هحط ايدي هنا، يعني همسكها كده ما بين ايدي، لقيتها سوفت يبقى ده انتست، لقيتها ضافي او هقول لك يعني ضافي يبقى ده اومنتم. الانتستينال سوفت هقول لك، بص هقول لك الانتستين دي يعني ايه. عارف الممبار؟ الممبار ده مش امسكه كده هيبقى سوفت ناعم في ايدك، حلو. الاومنتم ده بيبقى ضافي، ضافي ده ما بين السوفت والفيرم، يعني في النص. هتحسه ازاي برضو المهم؟ حتة العجين، عارف لما ستك تقول لك حط لي العجين هنا يخمر، عارف لما العجين يخمر ايه يمسكه كده؟ هو ولا بيتهز معاك ولا ناشف قوي، هو في النص ما بين البنين، حاجة اسمها الضافي. تمام تمام الجرجلين، لا الجرجلين دي حركة الامعاء، حركة الامعاء خلاص لما تيجي تعمل له ريديوسابل وسمعت الجرجلينج يبقى ده يبقى ده الانتستين خلاص، ده باينه قوي، ما حسيتش يبقى ده اومنتم. حلو. الايز اوف الريديوشن يعني وانت هي بترجع بتيجي ترجعه، بيقول لك لو لقيت في الاول حركه رجوعه صعبه في الاول ولكن بعد كده بيبقى سهل يبقى ده انتستين. انما لو لقيت في الاول حركه رجوع سهله وفي الاخر هيبقى صعبه يبقى ده اومنتم. ازاي بقى؟ بص الانتستين ادي الساكه اهوت وادي الانتستين، ماشي، والانتستين اهو حلو، وفي حشره هنا المصل هنا ايه زنقه على الكل، ماشي ماشي. لو في هنا انتستين يا عم وفي ماشي، والانتستين دي بتبقى معبيه ايه؟ بتبقى معبيه ميه. ليه؟ لان في هنا اوبستراكشن، الاوبستراكشن سدد الحته ديت، سدد الحته ديت مخلي الانتستين هي معبيه ميه. حلو. في لويد، ما الانتستين تحتوي على فلويد وفي و و واكل وكده، ماشي، بتبقى هنا. حلو. فانت لما تيجي ترجع لما في حاجه محشره ميه مخزنه ميه كتير، هل وانت تيجي ترجع لما تيجي ترجع هتحس بصعوبه امتى؟ هتحس بصعوبه في الاول، الميه هتضغط هتضغط هتضغط، واول ما الميه تعرف تعدي من الاوبستراكشن ده وتعدي في الانتستين الطبيعيه هتلاقي كل الميه جريت وراها، فبالتالي هتبقى صعبه في الاول بس على ما ايه على ما تيار الميه يعدي، وبعد كده بعد كده هتمشي صواريخ. مثلها لك بمثال، تعالى بمثال، انت واقف في قطر والقطر ده زحمه جدا 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 والقطر وقف. حلو حلو. ايه الفكره؟ انت في القطر اول ما يقف هتلاقي كده الناس ايه قعدت 5 ثواني كده على ما حد يطلع عليه، لان الدنيا زحمه متكدسه، فلما اول ما 5 بس ينزلوا هتلاقي القطر كله نزل وراهم، فاهم؟ لما القطر بيقف تلاقي كده ان القطر بيقعد ثانيه ثانيتين كده على ما الناس تقعد تتخانق مع بعضها وتنزل. الفتره دي بقى اول بس ما تلاقي 5 نزلوا خلصت القطر كله هينزل، هي ده الانتست. فمعبيه ميه اول بس ما تخرم، بس اول ما تعدي الاوبستراكشن الميه كلها هتعدي في الانتستين وتعدي عادي، يبقى في الاول هتبقى ديفيكولت انما بعد كده هتبقى سهله. ماشي. انما لو لقيتها سهله في الاول وصعبه في الاخر ازاي؟ هقول لك الاومنتم ده فات، مش الجريتر اومنتم ده فات، منديل البطن يحتوي على فات. حلو. الفات لما تيجي ترجعه بايدك هيتزفلط تحت ايدك ويرجع سهل، لان الفات بيتزفلط صح؟ ما انت اول ما تيجي تحط ايدك هتلاقي بيتزفلط تحت ايدك، يعني بيجري بيجري، يعني سهل ان انت ترجعه. حلو. انما في الاخر يجي في الاخر بقى حته الفات دي تقف هنا تسد الحته دي، تسد الحته ديت اللي هي الاوبستراكشن، ما تعرفش تعدي من الحته ديت، فانت بتحتاج مجهود اكبر، يعني ايه تروح جاي زي ايه سنه بسيطه. تمام تمام. اديها لك بمثال برضه عشان ايه تبقى معايا كده على الخط. جينا احنا قاعدين في فصل وانا والدكتور قاعد يشرح لنا، جه ظهر يا دكتور في زلزال، هوبا هتلاقي العيال كلها قامت جريت. حلو. العيال كلها تقوم تجري اوامرها سهل وانها تجري سهل، بس يبقى كده في الاول اول ما تسمع كلمه زلزال هوبا زلزال العيال كلها تجري، كله هيجري على الباب، كله هيجري على الباب. في نهايه المرحله بقى اللي هي نهايه الباب، لا كله هيتحشر في الباب ومش هيعرف يطلع، فاهم؟ هي نفس الحوار. اللايبوما او الفد اول ما تسمع ايدك هتروح جاي جري، هوبا اجري 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 اجري، وكلهم هيتجمعوا هنا
وانت بقى محتاجه زقه بقى على ما تطلع. تمام. بعد كده هتشوف الهيرني حصل لها كومبليكيشن والبركشن طبعا لو حسيت الريزونانت يبقى ده انتستين، لان الانتستين يحتوي على هوا تحس بكده هيبقى ريزونانت، انما الاومنتم فات ضل. تمام. هي كومبليكيت ولا لا كومبليكيشن، يعني حصل فيها انفليشن الريديوسابيلتي، هناخد الحاجات دي كلها. ممكن يكون نتيجه الكوز هي كونجينيتال ولا اكواير، ممكن هي هل العيان يعرف يروح السيرجر ولا لا. تمام. العمليه تعالى بسم الله الاوبريشن، طبعا الاوبريشن ان انا افويد الكومبليكيشن بتاع الهرني، يعني مثلا ما خلوش يوصل لمرحله الريديوسابيل، يوصل لمرحله الاوبستراكشن، اوعى تخليه يوصل للمرحله دي. تمام. ليه؟ عشان ما يحصلش بروجريسيف انلارجمنت. تمام. بس تاني حاجه ان انا امنع الريسك فاكتور، صح؟ امنع الريسك فاكتور، يعني مثلا واحد بيشرب سجاير وقاعد يكح على طول، طب ايه لازمتها لما انا عليه كله الهرنة وبيشرب سجاير؟ طب ما هيحصل له ريكارنت. تالت حاجه اعمل له حاجه اسمها التراس، البسه حذاء ماشي، هو مثلا مش عارف يخش الاوبريشن يا عم، عيان كبير وضغطه عالي وسكره عالي والكلام ده كله، حلو وعنده هرني، لا خلاص البسه حزام. الحزام ده بيبقى حزام كده بيتلبس في الوسط، بيبقى قافش على وسطك، قافش على وسطك يعني بيدخل، بيقفش على اي حاجه في وسطك، فبيقفش على الهرنيا وبيخليها ترجع لورا كانها ايد، يعني ايد بس مستمر موجوده على طول، بدل مثلا مش انا لو في هرنيا هنا بزقها بايدي، ايوه صح، لا انا هخلي الحزام دائم بقى جوه قاعد يزق الهرنيا دي على طول، بس في بيبقى بيطر، حلو يعني. ده نوع يعني، بس بيقول لك بيتر افويدد، يعني ايه ما تستخدموش، ليه؟ لان الحزام ده بيبقى طايط وقافش وزانق على الهرنيا، فممكن يعمل احتكاك ما بينه وما بين السكن، فممكن يحصل الريتيشن وانفكشن، والانفكشن يخش جوه للهرنيا. صح ماشي. الاوبريشن ده بيستخدم امتى؟ للانفيت بيشن، انفيت للايه؟ للاوبريشن ماشي، بس بيتر ما تستخدموش احسن، عشان ممكن يحصل انفلاميشن ونخش في الكومبليكيشن بتاع الهرن. ماشي. الاوبريشن ثلاثة، هرنيوتومي، هرنيورافي، هرنيوبلاستي. بص هرنيوتومي يعني ايه؟ هخش انا الهرن طبعا بتتكون من ايه؟ ادي الساك والكونتينت، حلو، انا هخش بالمشرط، هفتح الحتة دي ماشي، هفتح الحتة دي فتحتها، دي اسمها الساك ماشي، هعمل هيرنيكتومي ماشي. ايه ده بس دلوقتي انا عارف اللي مش مكتوب هنا، الفتحه اول ما افتح الحته ديت هسميها هيرنيكتومي، هخش افتح اروح جاي زائق الانتستين دي بايدي ادخلها جوه، حلو، واجيب من اول هنا، عشان انا قلت لك الحته دي بتتكون من فندس وبادي ونيك، حلو، اجيب الحته من اول النيك اروح جاي شايل الحته دي كلها، الساك ده كله لغايه النيك. طب هعرف اوصل للنك ازاي؟ بيقول لك النك ديت هي النار ويست بارت، النار ويست بارت بتاع الساك هو دي النك، اروح جاي شايلها كلها هيرنيوتومي، يبقى انا عملت هيرنيكتومي وبعدين هيرنيوتومي. ماشي كده انا دخلت الامعاء لجوه و100 100، بس في ديفكت في المصل صح؟ مش في ديفكت هنا في المصل، وادي ادي الامعاء طلعت اهيت بالايه؟ بالبروتينيه. ها دخلت هيرنيكتومي وبعدين زقيت الامعاء جوه كده عن طريق الديفكت، وبعدين شلت الساك ده كله كده من اول النيك كده لغايه دي، حلو، اتبقى لي المصل ايه؟ الايه؟ الديفكت دي، حلو، اعمل ايه؟ لو الديفكت قليل، يعني لو المسافه ما بين الاثنين دول قليلين، هعمل حاجه اسمها هرنيورافي، هرفي دول بخياط، اروح جاي مخيطهم دول مع بعض. تمام. يبقى كده بالراحه اعمل هرنيوتو وبعدين اعمل هيرنيورافي، حلو. طب افرض الديفكت ده كبير، لا الديفكت ده كبير، هعمل حاجه اسمها هيرنيوبلاستي، هيرنيوبلاستي ده اجيب حاجه من بره، حاجه توصل الاثنين ببعض، اربط الاثنين ببعض كده في حاجه صناعيه، حاجه اسمها البولي برولين ماتيريال، اجيب برولين ماتيريال من بره والزق الاثنين في بعض. طب ما انت ممكن تقول لي البرولين ماتيريال ديت حاجه وحشه، هقول لك لا، البرولين فاكر البرولين خيط اهو، خيط ليه؟ لانه مش الجسم ما هيفتكره، مش هيفتكره جسم غريم، ومش هيعمل له انفلاماتوري رياكشن ولا الكلام ده كله. تمام. فالبولورولين ماتيريال ديت حاجه حلوه، مش اسمها بولورولين، مش بنحطهم ما بين الديفكت الواسع وبنربط حته هنا وبنربط الحته الثانيه هنا، فايه وصلنا كده الاثنين ببعض. تمام. يبقى تاني هعمل هيرنيوتومي ماشي، وبعدين هعمل هيرنيورافي او هعمل هيرنيوبلاست. امتى اعمل هيرنيورافي؟ لو الساك قليل،
لو الديفكت قليل، لو الديفكت كبير هعمل هيرنيوبلاستي. تعال نخش في التفاصيل، نخش في التفاصيل. الهيرنيوتومي اكسجن اوف ذا ايه، هشيل ايه الهيرنيال ساك بس. ايزر دان الون ممكن تبقى لوحدها وممكن تكون بارت، جزء من الاوبريشن. يعني ايه بارت؟ يعني هيرنيوتومي مع هيرنيورافي او هيرنيوتومي مع هيرنيوبلاست. انا فاهم الحته دي. يعني ايه بارت؟ يعني ايه الون لوحدها؟ هقول لك لما ناخد الاسترانجيوليتد هيرنيا هتعرف ان الاسترانجيوليتد هيرنيا علاجها بس هيرنيوتومي بس، ما ينفعش تعمل هيرنيورافي ولا هيرنيوبلاست. وهقول لك ليه دلوقتي قدام، يعني اهو بعد كده الهيرنيورافي اهي هيرنيوتوم هنعملها الاول، وبعد كده هن هن هنعالج الديفكت بايه، هنقرب الاثنين لوكال تيشو مع بعض اللي هم المصل، هنقربهم ببعض ونربطهم. هيرنيوبلاست هنعملها امتى؟ استرنال اوبريشن نواديه، الحمد لله بتتعمل دلوقتي بدل الهيرنيورافي دي، تمام. هيرنيوتوم هتتعمل، وبعد كده هنعمل ريبير الديفكت باي ابروكسيميشن اوف ذا لوكال تيشو. بس بص، ابروكسيميشن اوف ذا لوكال تيشو كده احنا وصلنا لايه؟ كده خلاها هيرنيوف بس. بص وزود تنشن، وزود تنشن يوزنج امبورتنت ماتيريال، يعني من غير ما نقربهم من بعض. يعني هم هنا عشان المفروض نقرب الرينج دي للرينج ديت، لا بنعمل لهم تنشن عشان نقربهم لبعض. بقول لك بقى ايه؟ لا ده انا هقرب الاثنين ببعض بس وزود تنشن عن طريق حاجه اسمها الايه؟ الامبورتد ماتيريال. الماتيريال ديت ممكن تكون صناعيه، ممكن تكون سنسيتك، يعني تبقى بولي برولين ماتيريال، تمام. يعني واحد دلوقتي على بالراحه بقى، واحد عنده نورمال هيرنيا انجوينال هيرنيا، هعمل ايه؟ هيرنيوتومي. وبعد كده لو هو الديفكت قليل يبقى هعمل ابروكسيميشن اوف ذا لوكال تيشو عادي، بتنشن عادي يبقى هيرنيورافي لو الديفكت قليل. انما لو الديفكت كبير هعمل هيرنيوبلاست. حلو. لو واحد عنده سترانجيلوتيد هيرنيا الجولد ستاندرد هيرنيوتومي فقط، تمام. الكومبليكيشن بتاع الهرني، اول حاجه انفلاميشن الريديوسابيلتي. بص اول حاجه في البدايه هيحصل الريديوسابيلتي، بعد كده انفلاميشن، بعد كده هيحصل اوبستراكشن، بعد كده هيحصل استرانجيوليشن وهيدروسيل وتورشن والحاجات دي كلها. امشي بس بالترتيب. اول حاجه الانفلاميشن، بيقول لك ده انكومون، يعني مش مشهوره قوي. ات مين الانفلاميشن اوف ذا هرنيا كومون؟ حصل انفلاميشن في الهرنيا الكونتنت، قال الهرنيا الساك، وادي الهرنيا الكونتنت ماشي، وادي الديفكت اهوت ماشي، وادي الاوبستراكشن تمام. ايه اسبابها؟ احفظ الحاجات دي. اول حاجه نتيجه انفلاميشن في الكونتنت نفسه لو كانت ابندكس. ازاي؟ عشان قلت لك مره ممكن الابندكس تطلع، لو في سكار الابندكس ممكن تطلع، كنا بنسميها حاجه اسمها الالبرتس او الاليرتس، كنا صاين كده بنسميها لو الابندكس طلعت، تمام. مش قلت لك اي اورجان في البطن ممكن تطلع؟ مش الابندكس ممكن تطلع. حلو. تخيل كده العيان ده عنده يقابله سوء حظ عنيد جدا ان الابندكس طلعت، والعيان ده يروح جاي له ابندسايتس، هوبا ابندسايتس، وهنا في اوبستراكشن، خلاص يبقى هنا في انفلاميشن، يبقى خلاص يبقى ممكن الانفلاميشن يحصل للكونتينت نفسه لو كان ابندكس او اوفري. ما ممكن الاوفري مثلا يحصل فيه انفلاميشن، يبقى ممكن يكون ابندكس او اوفري، ده العيان بيبقى حظه بقى ايه؟ زفت. يبقى تخيل كده الابندكس يخش، لا ومش هيسكت، لا هيحصل ابندسايتس كمان. ماشي. ممكن سبب تاني زي ما انا قلت لك، الحزام، مش في حزام، يروح جاي الحزام ده بيقفش، بيرجع بيحصل بيعمل ريديوس الكونتنت، الحزام ده بيبقى قافش على جلدك، ممكن الحزام يعمل اريتيشن للجلد اللي هنا، اريتيشن ويعمل انفلاميشن، والانفلاميشن خلاص انفلاميشن اهو، تمام. اهي في الترس، اهي ممكن نتيجه الترس او رف الحته ديت، رف مانيبليشن ديت اون ريدكشن. يعني ايه؟ هقول لك، اديك مثال، ادي الفيمورال ترانجل، قلت لك جنب الفيمورال ترانجل في حصه الاناتومي ان في حاجه اسمها اللاكيونار ليجامنت. اللاكيونار ليجامنت ده حاجه شارب، فلو طلع هرنيا هنا في الفيمورال ترانجل هنا او الفيمورال كانال، الهرنيا دي بتبقى جنب حاجه اسمها اللاكيونار ليجان. اللاكيونار ليجان ده بيبقى رف خشن، فيعمل اريتيشن، لما تيجي ترجع الهرنيا تاني ممكن تحتك باللاكيونار دي وتعمل اريتيشن وتعمل انفلاميشن. يبقى ثلاث حاجات، اول حاجه الكونتنت نفسه يحصل له انفلاميشن زي الابندكس والاوفري، تاني حاجه ممكن يكون جنب حته رف
وانت بتعمل له ريدكشن يبقى جنب حته رف زي الفيمورال تريانجل، يبقى جنب اللاكيونار ليجامنت. تالت حاجه ممكن وانت بتعالجه عن طريق الفيتد تراس، حاجه ضيقه، التراس دي بتبقى ضيقه تمام، بكتشر بقى بين، بتبقى تندر بس مش تنس، لسه مش تنس، مش ناشفه، لا هي الانفلاميشن دي لسه في البدايه. هو في البدايه في الاول هيحصل الريديوسابيليتي وبعد كده يحصل انفلاميشن، تمام تمام. السكين بيبقى ريد وإديمتس زي ما انت عارف، اكيد انتبيوتيك، وبعدين تخش بسيرجيكال تعالجها طبعا عشان ما يحصلش الكومبليكيشن الاشهر والاقذر اللي هي الاسترانجيوليشن، تمام. بعد كده الهيدروسيل خلاص انا قلتها لك بقى في الفيديو بتاع الانات، قلت لك ان ادي الانترنال رينج وادي الاكسترنال رينج، ممكن يعدي كده البرايت البروتينيه اللي التست بتاخد فيه والمفروض الحته دي تتقفل، لا الحته دي اتنتها بيتنت ماشي، والانتستين جاي تعدي لقيت الحته دي ضيقه، طب ماشي الانتستين مش هتعرف تعدي، بس في هنا ابدومينال كافيتي، الابدومينال كافي ممكن يرشح ميه، يرشح ميه هنا 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 هنا، وهنكمل هيعمل بهايدروسيل، تمام تمام هي دي. بعد كده الريديوسابيليتي، اللي يعني ايه الريديوسابيليتي؟ الساك، ادي الساك وادي الكونتنت، الكونتنت مش عارفه ترجع تاني، لما انا برجعها بايدي مش عارفه ترجع، مش عارف ارجعها ليه؟ لان بقول لك ممكن، ممكن ان تمام اهي، ادي الساك وادي الكونتنت ماشي، ليه ما يحصلش الريديوسابول؟ هقول لك بالراحه. اول حاجه ممكن الكونتنت ده، ادي اللوب انتستين ولوب انتستين ولوب انتستين، ممكن التلاته دول يلزقوا ببعض يحصل لهم اديهيشن، يربطوا ببعض. طب لما يربطوا ببعض بقى كتله واحده، بقى كتله كبيره، الكتله الكبيره دي هتعدي هنا؟ مش هتحصل، يبقى ده اول واحده. ممكن يحصل اديهيشن ما بين الكونتنت وبعضها او ما بين الكونتنت والساك، ممكن يحصل اديهيشن هنا هنا هنا، يحصل اديهيشن هنا، فمش هيسيبوا بعض، مش هيسيبوا بعض، يبقى خلاص الحته ديت قفشت في دي خلاص، فلما تيجي ترجعها لا هي دي قفشه في دي خلاص، مش هيعرف يرجع تاني، تمام. يبقى كده ممكن يحصل اديهيشن ما بين الكونتنت اند الساك اور بتوين الساك او بتوين الكونتنت ذيم سيلف، تمام. حاجه اسمها البروتروجن اوف مور كونتنت وذين ذا ساك، يعني ايه؟ هقول ادي، ادي الايه؟ ادي الاوبستراكشن، وادي الانتستين اللي جوه اهي، وادي الساك، حلو. كح يا عم الحاج، الراجل الراجل مره واحده بيسوق عربيته شارب بتاع 20 علبه سجاير، فجاله مره واحده كف، قعد يكح على طول، يكح كتير، يكح كتير، يكح كتير، فبالتالي الكح الكتير ده بيدخل لوب اوف انتس، اللوب قعد يدخل 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 يدخل، ما هو الكحه بتزود جوه، بتخلي اللوب بتاع الانتس مكان بيبقى لوب واحد، لا بيبقى اتنين تلات، خش بقى جوه، خش جوه، خش جوه، وقعد يكح على طول، مستمر مستمر مستمر، يخلي الكونتنت مور 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 كتير كتير كتير. بعد ما كح ووقف بيبص مره واحده للهرنيا لقاها كبيره قوي، يجي يرجعها ما يعرفش. إيه كيس مشهوره جدا، واحد بيشرب جاي من عربيه مثلا، بيسوق عربيه وجاله نوبه من الكح، من الكحه، قعد يكح كتير كتير كتير، فجاه واحده بيبص للهرنيا لقاها كبيره ويجي يرجعها ما يعرفش، بس ده الريديوسابيليتي، تمام تمام. الريديوسابيليتي بريديسبوزنج فاكتور للاوبستراكشن اند الاسترانجيوليشن مهمه، تمام تمام. لو ما اتعالجتش، لو ما اتعالجتش ممكن تخش في الـ في الاوبستراكشن، تعمل اندستاين الاوبستراكشن يعني، تمام تمام حلو. بص يا عم بقى كده، لو حصل الريديوسابيليتي يبقى كده ممكن يحصل اوبستراكشن وسترانجيوليشن، حلو. هيجي ازاي؟ هيقول لك يا دكتور انا الهرنيا بتاعتي مش عارف ارجعها مكانها، حلو. يبقى كده انت تشك في حاجتين، لا اما حصل له اوبستراكشن لا اما حصل له سترانجيوليشن. ايه الفرق؟ الاوبستراكشن يعني الحته دي هتتسدد، يعني الانتستين قفشت على بعضها كده، نزلت كده قربت لبعضها كده والانتستين اتسدد. بص ادي الانتستين وادي الارتر بتاع الانتستين وادي الفين بتاع الانتستين، حلو. لو حصل اوبستراكشن انا حته الاول اللي هيحصل لها اوبستراكشن الانتستين الاندستاينال كافيتي ديت، ولا يعني لو الول ده، لو المصل ديت والمصل دي قفشت، يعني المفروض النك هنا تبقى ضيقه ماشي، وادي الانتستين داخل اهوت وخارج اهو وداخل في البلاط سبلاي بقى والحاجات دي كلها، لو الانتستين دي قفش، لو قفش على بعضها مين الاحسن اللي يتقفش؟ اليومن اللي يقفل ولا الارتر اللي يقفل ولا الفين اللي يقفل؟ لا اليومن ما فيهوش حاجه، في هواء، في هواء، تمام تمام، فيقفل الاول وبعد كده الارتر ولا الفين؟ لا الفين بعد كده يقفل بعده، وبعد كده الارتر يقفل في الاخر، حلو حلو.
حوار بقى ان الانتستين تقفل، اليومن بتاع الانتستين يقفل على بعضه كده، هنسميه انتستينال اوبستراكشن. انما لو البلاط فيزل هو كمان قفل هنسميه سترانجيوليشن. حلو، يبقى اوكلوجن اوف الانتستينال بس اوتسايد او انسايد، هو اوتسايد دي خلاص يعني الحته دي قفلت على دي، قفلوا كده على بعض. حلو حلو، الحته دي ضاقت ضاقت قوي ضاقت قوي فحصل اوبستراكشن. تمام، ليه سببها؟ قلت لك سببها بقى ممكن يكون الريديوسابيليتي، يعني ايه؟ عين قاعد يكح كتير كتير كتير، فالابدومن داخل كتير 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 في حته ضيقه اصلا، فالحته الضيقه ديت هتقفش على الانتستاينال ليومن، فالانتستاينال ليومن هيقفش، هيقفل، يبقى ايه؟ اوكلوجن اوف الانتستاينال فروم اوت سايد اهي، او انسايد. هقول لك يعني ايه انسايد. يعني مثلا ادي انتستين كانت 100 100 وكافيه خيرها شرها جوه الهرنيا عادي، فجأة مرة واحدة العيان ده كالبط كالحمام كالفراخ، فاتجمع له فيسس محترمة، عمل ستول محترم، والستول بيمشي عن طريق الانتستين، فالستول جاي يمشي هنا جاي يمشي هنا، لا الحتة ديت مسدودة في هنا، ما في هنا الحتة دي مسدودة، فيروح جاي ايه عايز يعدي بقى الانتستين، المفروض يمشي كده 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 ويعدي، لا ده الفيسس هنا او الستول كتير كتير لان واكل بقى كتير. تمام، فالفيسس وقف هنا فسد الانتستين من جوه من الاندستاينال. تمام حلو، يبقى ممكن فروم اوتسايد او فروم انسايد. تمام، ان ابريور لاوبستراكتيف هيرنيا البلاد سبلاي از نوت افكت، البلاد سبلاي مالوش دعوه، النيرف الفين والارتري ما حصلوش اي حاجه. تمام، الكلينيكالي اي كلينيكال بقى بتاع الاندستان اوبستراكشن، مش الحته دي اتسدت حلو والحته دي جايبه بلوب كده والحته دي طالعه بلوب كده، ماشي الحته ديت اللوب بتاعها وصل لا صلى الله لبقك، بقك يودي للاستومك، الاستومك ينزل في الانتستين، المفروض الانتستين تمشي كده تمشي كده وبعدين تمشي كده كده مشي كده، تروح جاي ايه مصرفه بره بقى. حلو، الحته دي حصل لها سد، ايه اللي هيحصل للحته ديت؟ الحته دي جايبه الاكل اهي، الحته دي هتتملي باكل، هتتملي باكل، فهتوسع توسع توسع، هيحصل لها اول حاجه ديستنشن، فالاكل يتراكم 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 في المعده، فيحصل فوميتنج، حاجه اسمها البروجكتايل فوميتنج. ادي واحد اتنين بروجكتايل فوميتنج ابدومينال ديسنش، ثم كوليك بين. ليه؟ لان حركه البريستاليسيس هتزيد هنا. ليه؟ لان مش قلت لك حصل هنا ديستنشن يعني العضله هتكبر، وتبع الماريز لو كلما زادت العضله الاستريتش بتاع العضله زادت الكونتراكشن، فاكر لما العضله بيحصل لها استريتش تعمل الكونتراكشن اكتر، ماشي، فالعضله هنا حصل لها ستريتش. ليه؟ لان اتملت باكل كتير فحصل لها ستريتش فهتكونتراكت اكتر. الغرض ان انا عايز اكونتراكت اكتر، اتغلب على الساده ديت عشان اعدي الفيسس والستول. تمام، فهيكونتراكت اكتر اكتر اكتر، الكونتراكت ديت اللي هي حركه البريستالتيك موفمنت، فالبريستالتيك موفمنت دي الحركه هتكتر هتكتر، فهحس بايه؟ بكوليك بين. تمام، يبقى بروجكتايل فوميتنج ابدومينال ديستنشن كوليك بين اند ابسوليوت، هنا حته ناقصه اكتب ابسوليوت كونستبيشن، ابسوليوت كونستبيشن هحس بامساك بس مش هعمل حمام، فاهم ليه؟ لان هنا الفيسس كله واقف هنا، فهنا مفيش حاجه هنزلها يعني، ولا هروح الحمام ولا هعمل ايه ولا هطلع ريح، يبقى كده يعني ايه كونستبيشن؟ يعني ايه ابسوليوت كونستبيشن؟ يعني ولا هروح اعمل حمام خالص ولا هطلع ريح خالص، بس هي دي اللي هي الابسوليوت كونستبيشن، وهي مهمه قوي. ايه الساين بتاع الانتستاينال اوبستراكشن؟ مهم، بروجكتايل فومتين ابدومينال ديستنشن كوليك بين اند ايه ابسوليوت كونستبيشن، مهمه قوي قوي قوي. تمام، برضو نفس البيكتشر ديت في الاسترانجليشن، ما الاسترانجليشن بقى قفلنا كله فقفلنا الامعاء معهم يعني. تمام، الهيرنيا بتبقى ديستندد، بتبقى طبعا ديستندد اهيت، الحته دي بتبقى ديستندد طبعا، الريديوسابل ولا لا؟ لا الريديوسابل مليانه، ده الحته مليانه معبيه. تاني حاجه ما مش هيحصل لها الريديوسابل، لان الريديوسابل دي بتحصل قبل الاوبستراكشن، فهو لو في اوبستراكشن اكيد حصل الريديوسابل، يبقى الهيرنيا بتبقى ديستندد مليانه معبيه فلويد بقى واكل وكده، والريديوسابل طبعا بس سوفت لسه ملمسها زي ما هو عادي، لما تيجي تلمسها هي تيست ما حصلهاش انفلاميشن ولا حصل اي حاجه. الديستنشن بتوين الاوبستراكشن اند الاسترانجيليشن هيرنيا مي بي ديفيكولت، ماشي، بيقول لك يعني ان الابدومينال ديستنشن مش هعرف برضه افرق ما ان هي اوبستراكشن ولا استرانجيليشن. تمام، بس احسن حاجه يعني عليك، يعني انت جالك ابدومينال ديستنشن، ممكن الابدومينال ديستنشن ده يكون اوبستراكشن ممكن يكون استرانجيوليشن، صح؟ طب هو اوبستراكشن ولا استرانجيوليشن؟ لا يا عم اتعالج وخلاص، عالج قبل ما يحصل كومبليكيشن ولا حاجه. تمام،
سترونجلوشن ديت سيريوس كومبليكيشن. ازاي؟ هقفش على البلاد سبلاي، هقفش على البلاد سبلاي. تمام. النك اللي هي الحته ديت اللي هي النك ديت قفشت بقى الحته دي، وقفشت على البلاط، قفشت زنقت على البلاط سبلاي. تمام. فايه اللي هيحصل؟ هيحصل مراحل. تعالى بقى نحكيها، تعالى بقى نقول لك اللي باصوا في السولوجي بتاع الاسترونجليش. ادي يا عم الهرنيا، ادي الاندستاينال اللي جوه اهيت، وادي البلاط سبلاي داخل لها اهوت، وادي اللي هو الفين داخل. حلو، حصل اوبستراكشن للثلاثه دول. مين اللي هيقفل الاول؟ قلت لك اول حاجه الانتستين هتقفل، فنسميها اندستاينال اوبستراكشن. بعد كده الفين يقفل الاول، وبعد كده الارتر يقفل في الاخر. حلو. تعالى بقى نجيب لك رسمه ساجيتال سيكشن كده. حلو، ادي الارتر وادي الفين. حلو، هيحصل سد. مين اللي هيتسد الاول؟ الفين. الفين هيتسد الاول كده اهو، فايه اللي هيحصل؟ جنجرين. صح، الانتستين هتجمع دم، هتجمع دم. فالدم ايه؟ يطلع بره، يروح في اليوم، فيتجمع في الجدار ويروح في اليوم بس. ماشي، فالانتستين كده هتكون معبيه دم، فترشح شويه فلويد. ماشي، فترشح شويه فلويد اللي هو الايه؟ اللي هو الترانسيوديت عادي، ميه. ماشي، ميه، الكونجيشن حصل فرشحت ميه، ادي اول خطوه. حلو، بعد كده ترشح ايه؟ نرشح ميه. الانتستين هتعيط. طب هي كونجيشن، ما هو إيه؟ عندما تحتقن مقلتاه تزرف بالدمع. لما تحتقن المقلة يعني هو عينك تحتقن، هتنزل ايه؟ تزرف بالدماء بالدمع، دمع اللي هو اكسيوديت اهي. حلو، ما هنا ده الاندستاينال بقى، فيه بقى ايه؟ ادي الانتستين اهو، وحواليه الاندستاينال ساك، خلي بالك يعني. ماشي، ده الانتستين وحواليه الاندستاينال ساك، فهتعيط اكسيوديت. الاكسيوديت ده هيروح في الاندستاينال ساك عادي. حلو، ادي واحد. بعد كده الاوبستراكشن هيضيق اكتر واكتر واكتر، ويسد الايه؟ ويسد الارتر. فتخيل الارتر كده مفيش دم راح للانتستين، وفي كونجيشن هنا، ومفيش دم اسكيميا، فالحركه دي اسمها جنجرين. ليه؟ ما هو الجنجرين ده حته ماتت وفيها كونجيشن، حته محتقنه وماتت اهي يا عم، ارتر وقف اسكيميا. فالجدار الحته ديت، الجدار الحته اللي بتغذي البلاد سبلاي اللي بيغذي الحته ديت اتقفل، فالحته دي هتموت. الول بتاع الانتستين كده هيموت، وهو معبي جوه. الول ده يحتوي على ايه؟ الاول يحتوي على فلويد، صح؟ ميه، مش انت بتشرب وبتاكل؟ ماشي، يحتوي على بلاد، صح؟ لانه محتقن. تالت حاجه يحتوي على بكتيريا، لان الانتستين اصلا في طبيعتها تحتوي على بكتيريا فلورا نورمال اصلا. دلوقتي بقى الول، الول اتضرب. ليه؟ لان حصل اسكيميا، فمحتوى الول كله بس رابشر. الول ده رابشر. ليه؟ لانه حصل له ضاق، موت، مات خلاص. فجوه المحتويات دي كلها طلعت بره، طلعت بره فين؟ راحت بقى الايه؟ الساك. ما هو المحتويات؟ واحد فلويد، اتنين بلد، تلاتة بكتيريا. بكتيريا بقى وبلاد دهوت، البكتيريا تقعد تكسر في البلاد، فهتبان براون او دارك، فهتلاقيها الساك ده هيبقى براون او دارك، لون اسود كده وحش. والبكتيريا ممكن تعدي في البروتين، مش هنا في بروتينيه، ممكن تروح في البروتينيه وتعمل بروتونايتس. تمام. ديت الباصه في السلوش، تعالى نقراها بقى الاول. ماشي، في حته طب برضه تفصيله الكتاب قايلها، تخيل ان دي الانتستين اهيت. ماشي، وادي الاوبستراكشن اهو، حصل هنا اهو. ماشي، الحته دي اللي جايبه الاكل وكده هنسميها البروكس، الحته ديت الديسه اللي المفروض تطلع الكوليسترول الفيسس. ماشي، في اوبستراكشن هنا، الحته دي هيحصل لها ديستنشن وتكبر، والحته دي هيحصل لها كولابس لانها ما فيهاش حاجه. تمام. سيبك بس من الحاجات دي دلوقتي، الكونسيستنسي الانتستين في البروكس ما هيحصل لها تكبر، والديسه اللي هيحصل لها كولابس، والحوار ده كله حصل. ماشي، اللي انا رسمته لك في الاول، هيطلع بميه عادي، هترشح ميه عادي لان في كونجيشن. طب ليه رشحت ميه ما رشحتش دم؟ لان الول اصلا انتكت، الول قوي مش عارف يرشح الدم ده، هو يرشح الميه بس. انما بعد كده حصل اسكيمي، فالول هيرابشر. ليه؟ لانه مات، هيطلع محتوياته. بلاد، جيب لنا البلاد لان في كونجيشن. فلويد، جيب لنا الفلويد من الميه اللي انت بتشربها. جيب لنا البكتيريا لان تحتوي على بكتيريا اصلا عاديه، طلعت بره ربشرت برايا جوه الساك. البكتيريا هتكسر البلاط، هتاكل على البلاط، هتاكل البلاط، فالبلاط هيبان بالدارك، دارك كده واسود كده. والبكتيريا ممكن تعمل تطلع التوكسين بتاعتها وتمشي في البروتينيا، ويحصل ايه؟ بروتونايتس. تمام.
ايه ال طب الحته دي بتحصل امتى فين؟ بتحصل في مكان الضيق. طب الضيق ده بيحصل فين؟ في النيك. مش انا قلت لك الساك ده بيحتوي على فندس بادي ثم نيك. الحته دي بتحصل اكتر فين؟ في النيك، لان الحته دي اللي النيك دي اللي بيحصل فيها الاوبستراكشن، تمام. وبيقول لك كمان بيحصل في الانتي ميزنتريك بوردر. يعني ايه؟ ادي الانتستين اهيت، حلو. في الاصل اصلا بينزل حاجه كده من الانتستين اسمها الميزنتري، اهي الميزنتري ديت ماشي فيها البلاد سبلاي، حلو. البلاد سبلاي، البلاد سبلاي بيغسل الحته ديت هنسميها ميزنتريك بوردر، الحته اللي فوق ديت هنسميها انتي ميزنتريك بوردر، حلو. طب لو البلاد سبلاي ده وقف كده حصل له اوبستراكشن هنا، ايه الحته اللي هتموت الاول؟ اكيد الحته دي بس يا عم. يبقى الاول النيك اللي هتبوظ، وبعد كده الانتي ميزنتريك بوردر، ثم الايه اللوب كله هيبوظ، تمام تمام ماشي. الاسترانجيوليشن دي بتحصل امتى اكتر؟ ركز بقى، بتحصل في الاول كده في الانجوينال هيرنيا من 2 ل 4%، الفيمورال هيرنيا من 30%، من 15 ل 20% بارا امبلايكال. الانسيجنال هيرنيا قليله قوي. السطر ده مش فاهمه، بص بقى السطرين دول ايه، خدهم كده. اول حاجه الاسترانجيوليشن دي دي الموست كومون كومبليكيشن في الهيرنيا، حلو. اشهر حاجه تيجي فيها الهيرنيا الفيمورال، حلو. يقول لك ان بي تحت كده بيقول لك الانسيدنت بتاع الاسترانجيوليشن از هاير ان فيمورال هيرن، يت الاسترانجيوليتد انجوينال هيرنيا اكاونت مور ذان 50%. طب ازاي بقى الفيمورال هيرن ده اشهر حاجه وبقول لك الانجوينال هيرنيا ديت اكتر من 50%؟ بالراحه. انا دلوقتي مين اشهر هيرنيا عندي في الكون كله كده؟ الانجوينال هيرنيا. يعني انا كده لو عندي 100 واحد عنده انجوينال هيرنيا، ماشي، وعشرين واحد عنده فيمورال هيرنيا، ماشي. الفيمورال هيرنيا نسبة ان يحصل لها استرانجيليشن 30%، 30% منين؟ من العشرين واحد. يعني مثلا هتصفصفوا على كم؟ على 5 6، مع انهم 30% اهو، حلو. انما الانجوينال هيرنيا اي هي النسبة بتاعتها قليلة، اي مثلا وليكن 10 او 15% قليلة هي، بس من 100 واحد، يعني من كل 100 واحد هيظهر 15، انما الفيمورال هيرنا هيجيلي 6. يبقى كده مين الاكتر، الانجوينال ولا الفيمورال؟ لا الانجوينال، عدد الحالات اللي هتشوف اكتر انجوينال. طب لو عندي واحد انجوينال وواحد فيمورال، مين الاحسن اللي تجيله الفيمورال؟ هه تاني. يعني انا كده لو انا قاعد في الاستقبال جاي لي حالات استرانجيوليشن، مين يعني اشهر حاجه هتكون ايه؟ هتكون انجوينال. ليه؟ لان الانجوينال هيرنيا دي اشهر حاجه، وزي ما انا قلت لك الانجوينال هيرنيا والفيمورال هيرن، انجوينال هيرنيا الانسيدنت بتاعتها مثلا 100 واحد، انما الفيمورال هيرنيا 20 واحد. الفيمورال هيرن اي استرانجيوليشن مثلا 30%، 30% من 20 مثلا وليكن مثلا 9 او 8، انما ال 100 واحد ده، ال 100 واحد من انجوينال هيرن اي نسبه قليله مثلا وليكن مثلا 15% على 15 واحد، هنا 15 واحد وهنا 9 9، مع ان النسبه هنا في الفيمورال عاليه، تمام تمام. فهنا السؤال الام سي كيو هيجي لك ازاي؟ مين الكومست استرانجيوليتد هيرن الانجوينال؟ الكومست استرانجيوليتد هيرن مين العيان اللي الناس اللي هتيجي اكتر باسترانجيوليتد هيرن الانجوينال. طب مين اللابايل؟ لابايل استرانجيوليتد هيرن يعني ايه؟ يعني واحد وواحد، هاجي لك راجل لراجل، الانجوينال واحد والفيمورال واحد، مين الاشهر اللي هو يجي له استرانجيوليتد؟ لا الفيمورال. تاني الكومنست استرانجيوليتد هيرنيا ديت الانجوينال، الكومنست لا بايل هيرنيا يعني راجل لراجل يبقى الفيمورال، تمام. خلي بالك من الام سي كيو دي، ماشي ماشي. الكوز بتاع الاسترانجيوليشن خلاص بقى، ممكن مثلا نتيجه مثلا الريديوسابيلتي ولا الكلام ده كله، بس بقى الكوز بقى سهله بقى، ان في كونتنت ان برضو قعد تكح كح كح، فتدخل لوب جديد لوب جديد جود جديد، فيحصل الريديوسابيلتي، والريديوسابيلتي تقبل بالاسترانجيوليشن، تمام. وريبيتد، حاجه اسمها ريبيتد اتمبت فور ريدكشن برودكشن اوف ذا هيرنيا، يعني انت مثلا عندك مثلا انفلاميشن هيرنيا، الهيرنيا دي فيها انفلاميشن واديم، فانت بتحاول تزقها، لا مثلا بتقعد تريبيتد ان هو ايه تريديوسابل بايدك، تقعد تزقها تزقها وهي انفليمد اصلا مش قادره تتحرك، فممكن النك دي اكتر 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 وتقفش في الاندستاين ويحصل استرانجليشن، تمام تمام. بس بقى النك ضيقه
على الحتة دي، فممكن نعمل اريتيشن مع الحتة ديت، النيك تعمل اريتيشن مع الحتة ديت وتيل باي فايبروز وتلزق تلزق تلزق زي ما هي النيك اوف اند باند تلزق، هي تلزق في الايه في الساك الحوار ده يعني. بس بس وادي الكونتنت ولا الحاجات اللي انا قلت لك بقى. الكلينيكال بيكتشر نفس الحوار بين طبعا لان حته ضيقه قفش النيك راح جاي عصره الانتستاينال، وفي اللارجمنت طبعا ان ذا سايد، وفي الريديوسابيلتي مش عارف ارجعها تاني، فاقعد ازقها مش هترجع، اقعد ازقها ومش هترجع، وفي جنجرين وكونجيشن وهتبقى تنس كده، يقول لك هتبقى تنس ليه تنس اهي، تبقى الملمس كونسيستنت بتاعها بتبقى تنس ليه؟ لان هي اتملت بميه وفلويد واكسيودات وترانسيودات والكلام ده كله، هات كيس بلاستيك واملى نص ميه، هتيجي تحركه يتحرك لا املى كله ميه، تلاقي كيس البلاستيك شد كده وبقى تنس، هي نفس الحوار، كيس ميه هو نفس الحوار بقى، استرانجيليشن يعني الحته دي كلها وقفلت والحته دي كلها اتملت، اتملت ميه اتملت ميه اتملت ميه، هتبقى تنس. تمام تمام. بس الكونتنت بقى بتاع الهرنيا بتبقى انستاينال سيمتوم اللي هي انستاينال اوبستراكشن بقى والحاجات دي كلها ماشي. ويجي لك سؤال، امتى ما تحسش السيمتوم بتاع الانستاينال اوبستراكشن في عيان الاسترانجيليشن، مش عيان الاسترانجيليشن لازم تحس الانستاينال اوبستراكشن فيها اللي هو بقى فوميتنج والكلام ده كله، في حاجتين او في ثلاث حاجات، اما تكون الهرنيا دي بتبقى ريختارز هرنيا او ليترز هرنيا ماشي. تعالى اقول لك كل واحده. هنلاقي بقى السيمتوم بتاع الاندستاينال اوبستراكشن اهيت اللي هي ايه يا مهم اول السيمتوم بتاع الاندستاينال اوبستراكشن دي، هي ابدومينال ديستنشن، بروجكتايل فوميتنج، كوليكي بين، اند ابسوليوت كونستيبيشن، مهمه جدا جدا ماشي. امتى بقى؟ طب السيمتوم دي هتتادوا الى ايه؟ ما السيمتوم ده عادي يرجع يرجع فوميتنج فوميتنج فوميتنج، فيحصل له دي هايدريشن اهو، فممكن يخش في هايبوفوليميك شوك حلو. وبقول لك ساعات برضو في الحوار ده لما 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 البكتيريا تروح للبريتونايتس هتعمل سيبتيك شوك، بكتيريا عملت سيبتيك شوك. تمام تمام. امتى السيمتوم دي تكون مش موجوده بس مع ان الراجل عنده سترانجيوليتد، مش سترانجيوليتد دي يعني الانتستين بالبلاد فيزل الاثنين اتقفلوا، امتى بقى ما احسش اللي هو عنده انتستاينال اوبستراكشن؟ ده يرجعني الى الطيب بتاع الهرنيا. تعالى اوريها لك بقى من كتاب ايه، من كتاب المطري. بص يا عم، الطيب بتاع الهرنيا ممكن يكون الهرنيا نزلت كلها، الانتستين نزلت كلها عادي، ده اللي احنا عارفينه. بيقول لك في شويه انواع، ايه بقى؟ اول حاجه اسمها ريختر هرنيا. ريختر ده نسبه الى عالم العالم ريختر، مش ريختر بتاع الزلازل، لا ريختر تاني، ده واحد تاني. تمام تمام. بص يا عم، الانتستين اهو المفروض الانتستين اللوب الحته دي كلها تنزل كلها هنا، لا ده ايه اللي نزل؟ بص ايه اللي نزل، الحته دي بس، الحته دي بس اللي نزلت ماشي يا عم، الحته دي بس اللي نزلت. حلو حلو. فلما يجي يقفش النك دي، لما تيجي تقفش كده حلو قفش ده اهي ماشي، الاكل المفروض يجي من هنا، دي البروكسيمال بارت اهي، الاكل يجي هنا 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 هوبا، لا اليوم من اهي مش في اليوم من هنا، هيمشي في اليوم من عادي ويمشي في الانال. انما ايه اللي قفلت؟ الحته اللي تحت دي، ودي ما تهمنيش في حاجه، لا الاكل هيمشي كده كده كده، ولا يحصل ديستنشن ولا فوميتنج ولا اي حاجه. تمام. دي حاجه اسمها الريختر زيرن، جزء من الانتستين هو اللي نزل بس، ودي بتحصل في الفيمورال هيرني. تمام تمام. اهي اليوتن اليوم بيبقى بيتنت ماشي. في حاجه اسمها الليتر زهرني، الليتر زهرني حته من حاجه اسمها الميكلز دايفرتيكولوم، الميكلز دايفرتيكولوم دي حاجه زايده في الانتستين، حاجه زايده في الانتستين، ادي الانتستين اهيت وادي الميكلز دايفرتيكولوم، بدل ما الانتستين كلها تنزل لا ده الميكلز دايفرتيكولوم بس هي اللي نزل، فقفشت النك قفشت عليها اهيت، لما قفشت عليها تقفش عليها الميكلز دايفرتيكولوم بالسلامه، تمام الاكل هينزل كده 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 واليوم مفتوح عادي. يبقى امتى يحصل ما يحصلش سيمتوم عيان الاسترانجيرد؟ الليتر زهرنيا اند الريختر زهرنيا مهمه ماشي ماشي. تعالى بقى ناخد الساين. الساين بيقول لك ساعات بتبقى نورمال عادي، بتبقى ساعات بتلاقي السبتسيميا بقى وسبتك شوك نتيجه البكتيريا اللي عملت بريتونايتس ديت مهمه. الاسترانجيليشن بيبقى دينس، قلت لك الاسترانجيليشن ديت يعني ايه؟ حصل جانجرين جانجرين والاسكيميا فرقعت الجدار والمحتوى بتاع الانتستين وقع في الساك، اللي المحتوى بتاع السن فلويد بلاد بكتيريا، تخيل كده كيس ميه قلت لك يملاه للاخر هيبقى تينس ناشف.
وتندر طبعا، ده في بكتيريا وانفلاميشن وكده والريديوسابيلتي. ارجع ايه؟ لا مش عارف ارجعه طبعا. with no impulse of the cuff، ليه الاسترانجيوليشن هيرنيا with no impulse of the cuff؟ لان خلاص انا لقيت هنا ادى الانتر ابدومينال بريشر وادى الاسترانجيوليشن هيرنيا، قلت لك اهي انا قفلت السد، قفلت اللي يوصل لي من ديل دي، مفيش امبلس هتعرف تعدي، مفيش. حلو. تاني سبب بقى قلت لك، انا هقول لك كمان سبب ايه تاني السبب، هقول لك بالراحه ايه اللي حصل هنا. مش قلت لك الحته دي بقت تنس، يعني الحته ديت البريشر عالي فيها جامد 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 جامد، فدي اللي هتقوم بدور الراجل القوي، فديت راجل ضعيف لما يجي يضرب دي بالقلم، لا ده تقول لك ده انا تنس يا نجم، مش هتعرف ولا يهزني، فبالتالي مش هتعرف تتهزز لان هي ناشفه حجر. ماشي، احنا ناخد بقى التلات سيناريوهات. اول حاجه بالاول كده حصل الريديوسابيليتي، بعد كده حصل اوبستراكشن، بعد كده حصل استرانجيوليشن. حلو، امتى نعرف ده كله؟ طبعا هنيجي نعمل الريديوسابيليتي في التلاته. طبعا الريديوسابيليتي هي من اسمهم اصلا. تمام تمام. الكونسيستنسي ديت الريديوسابيليتي بس لسه الانتسم محافظة على الصفطية بتاعتها. تمام. الاندستاينال بس اللي حصل لها اوبستراكشن، فالاندستاينال هي اللي معبية فلويد، بس الاندستاينال من بره لسه صفط، انما ديت استرانجيوليتي لا، ده البلاد فيزل وجنجرين وبكتيريا وكده تنس. التندر طبعا دي نوت، دي تندر ليه؟ لان دي تندر لو حصلت نتيجة الانفلاميشن. تمام ماشي، لان الانفلاميشن بيعمل اديما، والاديما ممكن تعمل اوبستراكشن، فدي الاوبستراكشن ديت ممكن نتيجه الايه لو في التهاب ولا حاجه. طبعا دي الاسترانجيوليت لان البكتيريا راحت طلعت بره وفي انفلاميشن وكده، فهتلاقيها تنطر. تمام تمام. امبلس ووز كاف طبعا ده بوزيتيف، ده نيجاتيف، وده نيجاتيف ليه؟ لان الاوبستراكشن برضو يعني ايه بدات الاندستاين بدات تتنفخ شويه ماشي، وانما ده الجزء الاكتر. يبقى ديت اضعف حاجة، ديت النص نص، وديت اقوى حاجة. نص نص يعني ايه؟ يعني هتلاقي فيها تندر وهتلاقيها نيجاتيف امبلس اوف سكوف اللي هما دول، وهتلاقي مشتركة في دول في ديت ايه، هتلاقي مشتركة في دي اللي هي نوت ريديسابل، وهتلاقي سوفت. تمام، يعني هي ما بين البنين. تمام. التريتمنت يعني خش ايرجنت تريت، ده مش ايمرجنت، بص بص بص، ايرجنت في وقتها، خش دلوقتي اهو. تمام، في البداية حط له نيزو جاستريك تيوب، علق لي تيوب في النيزو جاستريك ودخلها في الـ في الـ في الاستوم. ايه لازمتها؟ دكتور الاحمدي كاتبها في المذكره، عشان انت لو معاك المذكره دكتور الاحمدي كاتبها، هتقول لك هتمنع الفوميتنج، وبتمنع الاندستاينال كوليك، وبتمنع الديستنشن. ليه؟ هتمنع الاندستاينال سيمتوم يعني. ليه؟ لان هي النيزو جاستريك تيوب دي بتعمل ايه؟ بتعمل ساكشن للحاجات اللي جوه الانتستين، بتعمل ساكشن للحاجات اللي جوه المعده، هتشفط الحاجه. طب انا بيحصل لي فوميتنج امتى؟ عشان الحاجه متراكمه جوه الجي اي تي عندي. طب انا دلوقتي مش مخليها متراكم، لا ده انا بشفطها اهو، بشفطها، فانا هرجع منين؟ مش هيحصل لي فوميتنج خالص. تمام. طب انا بشفط الاكل اللي جوه في بطني، ايه اللي هيخليني اعمل ابدومينال ديستنشن بقى؟ مش هيحصل ابدومينال ديستنشن، فالمصل مش هيحصل لها ستريتش، فبالتالي العضلات مش هتنقبض، فمش هعمل بريستالتيك موفمنت، فمش هحس بكل كبير. تمام تمام. تاني حاجة النيزو جاستريك تيوب بستخدمها كمان لان انا بسحب بها مية، لما اسحب بها مية انا هيعرفني انا سحبت كم كمية مية، بحيث ان انا اديله اي في فلويد بكم، اقول له يعني انت خد كم كمية مية، لما انا احط له الاي في فلويد هديله كم في المية، هديله كم كمية مية، هشوف هو فقد قد ايه، فقد قد ايه عن طريق السكشن، انا سحبت قد ايه منه عشان ادخله له، انا بسحب حاجه بايظه وادخل له حاجه حلوه. تمام اهو، بعد كده اخش باي في فلويد. ليه؟ لان انا بسحب بالنيجو جاستريك تيوب، ما هو انا قاعد اسحب اسحب منه اسحب منه ميه، طب لازم اديله ميه، طب الكميه اللي هسحبها من النيجو جاستريك تيوب بتساوي الكميه اللي هدخله بالاي في فلويد. تمام. بين كيلر مورفين ايه ده عنده، بص البين بيبقى فظيع. الاسترانجيوليت ده راجل، بص راجل جاي لك الاستقبال، يا دكتور يا دكتور انا عندي مغص، بص مش قادر. ماشي ماشي. اند انتي بايوتك، انتي بايوتك لان في انفكشن. بص بقى
الاوبريتيف برينسيبال. بص يا نجم بقى اهي، انا عندي دلوقتي اهي ماشي، ديت الساك وده الكونتنت حلو، والساك يحتوي على فندس وبادي ونك حلو. انا دلوقتي قدام الحته دي، هفتح فتحه واسعه ولا فتحه ضيقه؟ لا ده انا لازم افتح فتحه واسعه عشان اعرف اتفرج براحتي، ده انا هعرف عشان اعرف اتفرج براحتي. حلو. يبقى اول حاجه وايد انسيجن ماشي. بعد كده هفتح من عند الساك، من عند الفندس ولا من عند البادي ولا من عند النك؟ هعمل فتحه من عند، يعني هبدا افتح من من الفندس ولا انا عملت فتحه اهو ماشي. هبدا بقى اشوف من عند، هفتح الفتحه دي هفتحها من عند الفندس ولا من عند البادي ولا من جنب النك؟ لا هيقول لك هفتحها من عند الفندس من هنا. ليه؟ لان الفندس دي الحته الحلوه، لان انت واخد النك الاسترانجيوليشن اكتر حاجه بتحصل فيها عند النك، فانت هتلاقي النك معبيه جنجرين ومعبيه بكتيريا وتوكسين ومية. بص مية مية، لو جيت تفتح من عند النك ممكن وانت بتفتح وبتعمل ساكشن للفلويد، الفلويد يرجع تاني لبطنك وبالسلامه خدت بروتونايتس وموت. الراجل يقول لك يا دكتور ما تكملش العمليه. ايه ده انا خلصتها بسرعه؟ لا ده العيان مات. تمام. لا ده انت تفتح من عند الفندس هنا وتعمل ساكشن، هتفتح من عند الفندس كده وتعمل ساكشن بقى للفلويد اللي موجود في الساك ده. تمام، عملت ساكشن والكلام ده كله حلو، هتعرف هتروح جاي بقى المفروض بقى ترجع تدخل ايدك وترجع الايه الانتست. لا ما في سد هنا، في سد، انا هشيل السد الاول. هشيلها ازاي؟ هعمل هخش بمقص هقص الحته دي ازاي؟ بص انا دخلت اهو في الساك من عند الفندس وشفطت شفطت الميه. حلو. اجي بقى عايز افك الحته دي، هفكها ازاي؟ هدخل ايدي من هنا، ادخل ايدي كده واحطها هنا اهي، واحطها هنا ماشي، واجيب المقص اروح جاي شايل الحته ديت، شايل الحته اللي هي الحته الحمراء دي. تمام. طب ليه انا حطيت ايدي؟ هقول لك لان انا ممكن وانا بدخل المقص من هنا المقص يغرز يفوت ويضرب الانتستين اللي هنا، مش الحته دي تحتها انتستين، ما انا خايف هروح جاي حاطط ايدي في النص ما بين الساك وما بين الانتستين بحيث ان انا ادخل المشرط. اول ما دخل المشرط، المشرط يلمس ايدي اشيله، بس اول ما يلمس ايدي خلاص انا شلت الرنج بقى وخلاص، وحط ايدك بقى وطلع ايدك تاني وروح جاي زق الانتستين ده. ما تزقوش بقى، ما تزقوش الانتستين، بس انت كده فكيت الرينج. حلو كده الانتستين ممكن تخش جوه، بس ما تدخلهاش. ليه؟ لان في استرانجيوليشن، ما الاسترانجيوليشن ديت مش في جنجرين، وبقول لك ان جنجرين بيحصل في خلال 4 ساعات. تمام، طب ماشي، انت عايز تشوف الانتستين الاول قبل ما ندخل هي حصل لها جنجرين ولا لا، فانت تروح جاي شادد الانتست اللي بره. يعني ايدك اهي اول ما شيلت الرنج ديت، اول ما شيلت الاوبستراكشن اللي هنا، هتروح جاي ماسك الانتستين ديت مطلعها بره وتتفرج عليها اهي. ديت يا عم الانتستين بره، فيه جزء هتلاقيه احمر عادي والجزء اللي في النص ده هتلاقيه اسود. لو لقيت الجزء اللي في النص ده اسود قدامك 3 حالات بالراحة. بص يا عم قدامك، لو هي اسمه الانتستين، لو هي اسمه الانتستين شيل الحتة اللي في النص ديت وربط الاتنين ببعض واتكل. لو هي لارج انتستين، لو هو في الرايت سايد، عشان الحاجات ديت في مذكرة الدكتور الأحمد، لو هي في الرايت سايد شيل الحتة ديت ولزق الاتنين في بعض واتكل. لو هو في الليفت سايد، لأ اوعى تعمل كده، اوعى تشيل الاتنين دول وتلزق الاتنين في بعض. ليه؟ لان الليفت سايد يحتوي على اللي هو الليفت كولون، الليفت كولون ده اللي هيصب في الريكتم والسجمويد، الريكتم والسجمويد الذي يحتوي على الليستول، والليستول يحتوي على بكتيريا، فانت هتلاقي الحته دي اصلا الليفت دي تحتوي على بكتيريا بالهبل، تلاقي بكتيريا اصلا موجوده هنا. حلو، فانت تيجي تشيل الحته دي وتشيل الحته ديت، تيجي تربط الاتنين دول في بعض بقى، الاتنين الرينج دي بالرينج ده والرينج ده بالرينج ده. حلو، والبكتيريا اللي موجوده هنا هتيجي تربط الاتنين في بعض، البكتيريا هتروح جايه واكله الخياطه
وبس وتفرقع، والفيسز اللي موجود جوه ينزل في الابدو وتموت يا عم بالسلامه. لا لو هي في الرايت بقى هعمل ايه؟ هقول انا اروح جاي شايل الحته ديت وشايل الحته دي بس مش هوصلهم ببعض. بص بقى، مش الانتستين ادي الحته اللي في النص اهي ديت مثلا، ده بقي إيه؟ بيجيب الاكل بوداه هنا وامشيه هنا 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 وانزله عن طريق ايه الريكتوم والانا الكنال. حلو، هشيل الحته ديت اهيت والحته دي اهي، هشيلهم هشيلها كده ماشي. هيفضل عندي طرفين، ادي طرف اللي متوصل ببقي اللي هو جاي الاكل اللي هياخد هيجيب الاكل من بقي، وادي طرف اللي متوصل بالانا الكنال. هجيب الطرف ده واطلعه على السكن، واجيب الطرف ده واطلعه على السكن اهو. ادي الطرف ده اهوت على السكن اهو، مفتوح عاد على السكن، وده مفتوح على السكن. ده متصل ببقي هيتصل ببقي عادي، وده متصل بالانا الكنال. حلو، طب كده انا طلعت الحته دي على الاستومك، حاجه اسمها الدايفيرتنج كولوستومي. دايفيرتنج الحته دي اسمها دايفيرتنج كولوستومي. تمام تمام، هروح جاي ايه حاططه على السكين. طب كده العيان كده هيعمل فيزز ازاي؟ هيدخل الاكل من بقه عادي، والفيزز اللي هيطلع هطلعه في كيس عادي، في كيس. حلو حلو، طب الحوار ده هيستنى عند يعني هقعد قد ايه؟ هقعد بتاع 5 ايام. العيان مش هخليه ياكل اكل خالص، خليه ياكل عصير جهينه بقى الحاجات اللي هي النظيفه ديت اللي ما تخلوش يعمل فيزز، بحيث ان البكتيريا اللي موجوده هنا، وانا طبعا هدخل طبعا حاجات بقى انتي بيوتيك بقى، وادخل بقى هنضف بقى الكولون اللي موجود هنا من البكتيريا، هنضف بحيث الحته دي تكون سيبتك، اسيبتك خالص ما فيهاش ولا بكتيريا، ما فيهاش ولا بكتيريا. ازاي مش هخلي فيه فيسس يعدي، وانا بقى بوش بقى ادخل بقى شويه صلاين انتي سيبتك وانتي بيوتيك والحاجات دي كلها، اقتل البكتيريا، كل البكتيريا اللي موجوده هنا، فالحته دي بقت نظيفه. نيجي على الحته دي برضو اغسلها برضو واعمل فيها كل حاجه وانتي بيوتيك والكلام ده كله، يبقى كده بقت الحته ديت ايه؟ بقت الحته ديت هي كمان نضيف. اروح جاي مربط الاتنين في بعض ماشي، يبقى هتقعد كام؟ 5 ايام. طب بعد ما ربطت الاتنين في بعض، انا مش عايز برضو في فيسز يحصل بعد ما ربطتهم، لان لو في فيسز يبقى في بكتيريا. برضو قعدوا 5 ايام من غير ما ياكل، برضو خليه يشرب برضو او اي في فلويد والكلام ده كله، بعد كده بقى ياكل عادي. تمام تمام، نقرا بقى الكلام. ادي الفندس، هو اول حاجه هيحصل له افاكيوليت ماشي، بعد كده الكونستريكتنج رينج شوت بي ديفايدد، يعني هشيل الرينج بقى اللي انا قلت لك ادخل صباعي والكلام ده كله، ثم الكونتنت بدل ما ادخله جوه لا هطلعه بره عشان اشوف هو صحي ولا لا، لو كويس، لو الانتستين فايبل هروح جاي مرجعها تاني، بس ارجعها تاني. لو هي مش فايبل بقى اهي، لو هي جانجرينس ممكن تكون سمول باول او امنطا في اللي هي السمول باول، او لو كانت امنطا بس هروح جاي شايلها وخلاص. لو هي كولونيك بقى، خاصه في الليفت سايد، لو هي كولونيك، لو هي في الكولونيك بس في الليفت سايد، لا محتاجه حاجه اسمها دايفيرتنج كولوستومي. تمام تمام، ايه اللي هيعرفني الانتستين ديت عايشه يعني صاحيه ولا ماتت؟ هقول لك، دكتور الاحمدي كان كاتبها في الكتاب بتاعته اهي، امتى تكون الانتستين بتاعته تبقى فايبل وامتى تكون نون فايبل، ايه اللي هيعرفني اللي هي صاحيه عايشه يعني كويسه؟ اول حاجه بشايف لو هي بينك او بينك كده وحمراء خلاص يبقى هي عايشه، لو في لستر اللمعان بتاعته موجوده اللمعه، لو في بريسالتك مومنت بتعمل بريسالتك مومنت خلاص، لو في كونستريكتنج رينج يعني بتقفش يبقى فايبل. انما هنا بقى هتلاقي لونها بلاك، ماتت ابسن ماتت ماشي، اللمعه بتاعتها اختفت، الحركه بتاعتها مفيش بريسالتك مومنت بعد ما انا رجعتها تاني بقى ببص كده لقيت الامعاء مفيش بريسالتك مومنت يبقى هي ماتت. تمام تمام، بالبلبتيشن برضو الاقي الارتريهات، لو الارتريهات لقاها بلسيتنج ولسه بلسيتنج و100 100 يبقى لا، يبقى في بلاد سبلاي رايحها محترم وكده، انما لو لقيتها نون بلسيتنج ماشي. الالاستيستي لا هتبقى موجوده، لا دي هنا فقدت الالاستيستي. تمام تمام، لو انا عملت بينشنج للانتستين هتروح جايه رده بكونتراكشن، هقرصها هتروح جايه رده بكونتراكشن يبقى كده صح، انما بينشنج ونون ايه نون ريسبونس يبقى كده ايه ميت. ماشي ماشي، بعد كده لو انا لقيتها سودة
يبقى كده خلاص، يبقى هي ميتة؟ لا، برضو تصبر عليه. ازاي؟ هجيب فيه فوط سخنه وادخل للعيان اكسجين. ادخل للعيان اكسجين ليه؟ يبقى بلاد سبلاي رايح للانتستين كده. طب فوطه سخنه ليه؟ لان الفوطه السخنه مش فوطه، مش سخنه قوي، لا يا دافيه كده، فوطه سخنه على انتستين كده، انت بتعمل منبهر. لا، فوطه دافيه وتدخل له اكسجين كتير. الفوطه الدافيه ديت هتعمل بس تعمل فازو دايليشن للبلاد فيزل اللي حوالي الانتستين. يبقى الفوطه الدافيه هتعمل فازو دايليشن، فازو دايليشن وادي له اكسجين من بره، اروح جاي مدخل اكسجين كتير مع الفازو دايليشن. ممكن لعل وعسى يا عم الانتستين دي بدل ما تبقى سودة لا تحمر، والبلاد سبلاي يرجع تاني والانتستين تكون كويس. تمام، يبقى ورم باجز وادها هاي اكسجين، ممكن تكون انتيك ماشي، ممكن يعني زين ري ايفالويت، يعني بعد كده ري ايفالويت. يعني كده بالراحه هعمل ايه؟ هدخل اخش بالابره فين؟ في الفانتس، افتح الاول وايد انسيجن واخش الابره اسحب الفانتس، بعد كده احط ايدي واروح جاي ايه عامل كونستريكشن، الكونستريكشن ده اشيله ماشي. الانتستين ادخلها ولا اطلعها؟ لا اطلعها بره، اطلعها بره بالراحه، قدامي ثلاث حلول ممكن تكون فايبل يعني لسه كويسة ومية مية مية مية، ادخلها لجوة. مش حلوة اروح جاي شايف هي فين سمول انتستين اشيلها وربط. لارج انتستين اللي هي الكولون لو هي في الناحية الرايت خلاص شيل وربط، لو هي في الناحية الليفت لا شيل واعمل حاجة اسمها دايفرتيك كولوستوم، اخليها خمس ايام اووش واشيل البكتيريا اللي موجودة في الكولون وبعدين اربطهم في بعض تاني. تمام تمام حلو. طب لو انا بفتح لقيتها مش فايبل، لقيتها فيها سويد وكل حاجه، اروح جاي عامل فوطه سخنه ومدخل اكسجين واعمل ري ايفالويت. تمام، ري ايفالويتنج ازاي؟ اروح جاي اخليها اشوف فيها البريستالتيك موفمنت ولا لا. تمام، وبقول لك هنا البريستالتيك موفمنت ان الانتستين تعمل بريستالتيك موفمنت ده اشهر من اللون الانتستين كمان. تمام، بقول لك ان الهيرنيو بلاست از بيرفورمنت الليس كونتامينيتد فيلد والهورنيورافي از بيرفورم. ركز بقى في الحته دي، يعني ايه لو ما فيش كونتامينيشن؟ يعني لو ما فيش بكتيريا اعمل الهيرنيوبلاست. مش انا عملت الاول شلت ودخلت الانتستين بقى واروح جاي عامل هيرنيكتومي، اروح جاي شايل الساك ده؟ ما هو انت مش معقول هتدخل الانتستين وتعمل العمليات دي كلها وتشيل وتسيب الساك، لا تروح جاي عامل هيرنيكتومي. حلو، بعد كده المفروض هيرنيكتومي، بعد كده هيرنيورافي، وبعد كده هيرنيوبلاست. حلو، انا دلوقتي بيقول لك لو مفيش بكتيريا، لو مفيش بكتيريا اعمل يا عم هيرنيوبلاست وهيرنيورافي، انما لو في بكتيريا اوعى 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 كونترا انديكيشن تعمل هيرنيوبلاست. ليه بقى؟ بص يا عم انا الانتستين اهو صح، حلو ادي المصل هي وانا دخلت الانتستين بقى خلاص. حلو، بعد كده المصل ديت هركب عليها حاجه صناعيه صح اللي هي المش، وربط المصل بالمش هنا وربط المصل بالمش هنا. حلو، انا دلوقتي لو العمليه بتاعتي انا دخلت الانتستين وفي بكتيريا اهو، لو في بكتيريا البكتيريا هتعمل ايه؟ البكتيريا هتروح تقعد على المش ده، يا نهار هتروح تقعد على المش. طب ايه اللي هيحصل برضو؟ ما هو المش ده حاجه صناعيه مش واصل لها دم. حلو، وانت بعد العمليه لازم تدي العيان بلاد سبلاي، افرض كان في بكتيريا من اللي كانوا موجودين في الجنجرين لسه موجودين في الامتيست، فالبكتيريا تروح جايه هربانه على المش، وانت تدي انتي بيوتيك، الانتي بيوتيك هيمشي عن طريق الدم هيروح يغذي الانتستين عادي، والبكتيريا لسه ما ماتتش. ليه؟ لان البكتيريا واقفه على المش، الحته الصلبه، الحته اللي مش واصل لها دم. بعد كده سبت الانتي بيوتيك، البكتيريا تروح جايه هاربه من المش وتنزل للانتستين، اديت الانتي بيوتيك البكتيريا تطلع من هنا تروح قاعده على المش، مش واصل لها بلاد سبلاي، فبالتالي الهيرنيوبلاست كونترا انديكيشن فيه الكونتامينيتد استرانجيوليتد هيرني. بس الموضوع ده كان طويل جدا 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 ومهم. خلاص دلوقتي بقى احنا فاضل لنا الانجوينال هيرنيا، خلاص احنا يعتبر خلصنا اصلا نص اهو، خلصنا الاناتومي بتاعته وكل حاجه اهو ماشي. بس يعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.